طرحته في عناوين هذا المباشر وفي المحاور الأساسية اللي وضعتها لهذه الدردشة المباشرة. موضوع الأول كيتعلق بجزائري أو معارض جزائري يستنجد بالمغاربة، غنتكلموا أيضا على عودة العلاقات الوشيكة بين المغرب وإيران، غنتكلموا أيضا على زيارة الرئيس الصيني للمغرب وذاك الاستقبال الذي حظي به من ولي العهد. مولاي الحسن، وأيضا أخبار متفرقة ما غاديش نساو. كيف كتلاحظوا في الصورة اللي اخترناها لهاد المباشر، نجاوبوا على ذاك السؤال: ما مصير صنصال بوعلام الذي تم اختطافه في الجزائر، إلى جانب واحد المجموعة ديال المواضيع الأخرى كتعلق أيضا بدولة المنقلب قيس سعيد. فهذه الدردشة المباشرة غنية وغنية جدا بمجموعة من المواضيع اللي غادي نناقشوها ونحللوها ونحاولوا نوضعوا لها يعني قراءات. نتمنى اولا ان الصوت والصوره يكونوا واضحين. ككل مره نهيب المتتبعين والمتفاعلين الاوفياء مع هذه القناه لا ينسوا ابداء الاعجاب اذا كانوا تتفقوا مع هذا المحتوى النوعيه ديال المواضيع، باش يوصل المباشر لاكبر عدد من المتتبعين فضلا وليس امرا. غادي نبداو بواحد الخبر بسرعه قبل ما ندخل المحاور الاساسيه ديال هذه الدردشه المباشره. ما ننساش نوجه الشكر الخاص لواحد المجموعه ديال المتفاعلين واللي كيكتبوني بشكل مباشر، اشكرهم على الدعم ديالهم على التفاعل ديالهم، وبعض الاخوه اللي كيحاولوا يطرحوا اسئله حول الاسئله. انا لاحظت في بعض يعني المباشرات واحد الاخ كيسولني اكثر من مره: السلام عليكم راه عندي سؤال، السلام عليكم عندي سؤال. يا اخي اطرح سؤال مباشره بدون ان تستعجل، حنا ملي كنفتحوا هذه المباشرات فهي للتفاعل والتواصل بدون استئذان. اذا كان هناك من سؤال ف يعني الانسان ممكن يطرحه مباشره بدون ان يستعجل لاكثر من مره. المهم كان واحد الخبر كيروج عند فلول نظام دورة العسكر باش تعرف الافلاس، ونقدروا نقولوا هاد الناس هادو صراحة فقدوا كل قدرة على فعل او تأثير او تجاوب او تحليل او حتى التفكير، فقدوا القدرة على كل شيء. دو كيروجوا واحد الخبر ديال ان في مارس السنة القادمة 12 مارس يكون اجتماع الكاف، وفي سيتم تقرير سحب تنظيم كأس إفريقيا من المغرب. بل أكثر من ذلك كيروجوا بأن مدينة العيون الكاف يعني الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم سحبت مدينة العيون من لائحة المدن اللي غتحتضن نهائيات كأس إفريقيا. الناس صراحة ولو كيعطونا يعني دروس في الجهل، يعني الجهل ديالهم أصبح يضرب به المثل. فلول نظام دورة العسكر، إعلام نظام دورة العسكر، ناس حين عجزوا في الواقع عن تحقيق الإنجازات والانتصارات على المملكة المغربية بدأوا يتخيلون هذه الإنجازات وهذه التخيلات لكثرة تكرارها أصبحوا يظنوها شيئا من الواقع، وبهذا يحولون أنفسهم لمادة للسخرية والتندر عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي. معلوم ويعلم القاصي والداني بأن المغرب في ملف الترشيح ديالو 2025 ما لم يدرج مدينة العيون، وإنما كانت تستدعي المدن كنعرفوها جميعا، كيعرفوها الأطفال قبل الشباب والشيوخ داخل المغرب وداخل الجزائر. المدن الستة: طنجة، فاس، الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير. المغرب تقدم في ملف 24 ملعب بشكل عام، 6 ملاعب رئيسية، كل مدينة فيها 4 ملاعب للتدريب، كل ملعب خاص بكل فريق، زائد 6 ملاعب احتياطية. حتى في الملاعب الاحتياطية اللي قدمها المغرب في ملفه لم تتضمن مدينة العيون المغربية.
ظنها جديدة، بركان وجدة ملعب الحسن الثاني دون بفاس مولاي الحسن بالرباط. يعني ما هاد الناس هادو صراحة يظنون بأن الناس عندهم ذاكرة السمك. هذه فضيحة جديدة لفلول نظام دورة العسكر، لعبة من الألاعيب الفاشلة والمكشوفة والتي تحولهم إلى مادة للسخرية. وكما يقول المثل، الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. إذن غادي ندخلوا للمحاور الأساسية لهذا المباشر دون إطالة، وباش ندخلوا كما يقولوا المفيد. جزائري أو بالأحرى معارض جزائري يستنجد بالمغاربة. وفهاد نسمعكم واحد تسجيل صوتي، غادي تشوفوا كيفاش الجزائري باب شهد شاهد من أهلها، باش الدباب الإلكتروني ديال نظام دورة العسكر ما يقولش بأننا ركنت بالله عليه ركن فرق نفبركو في المواضيع ولا الأحداث. غادي نسمعوا هاد خونا ماذا سيقول هذا المعارض الجزائري، أظنه مقيم في إيطاليا. شوفوا الحالة النفسية ديالو، شوفوا الاستنجاد ديالو بالمغاربة، وشوفوا سبب هذا الاستنجاد والاستغاثة بالمغاربة. سمعوا هذا الجزائري ماذا سيقول. أطلب منكم خاوتي الدعاء للوالدة تاعي، للوالدة أمي، كل واحد كيف يسميها، راهي طريحة الفراش مستشفى في الخروب ما عندناش، مسكينة داوها لوين؟ الولاية، الولاية الشرق قسنطينة بلاد العلم، وهي معمرة غير بالدواء، هاي تعاني مدينة. شوف هذا الرجل يستغيث بسبب الوالدة ديالو، الله يسمح لنا من الوالدين. وحنا كان يعني صراحة أشعر بهذا الرجل، أن واحد يكون عايش في الغربة والوالدة ديالو تعرض لواحد المكروه، تصاب بمرض، تصاب بأي شيء. هو غادي يحكي القصة باش تفهموها. مسكينة قصرت من رجلها، طاحت كسرت من رجلها ومن يدها، راهي تعاني الوالدة. وللأسف نظام العراية قاعد نهضر في كلمة الحق وقاعد نوعي في شعب بغض، ما نقدرش مسكين نروح عنك. شوف كيفاش كينتقد نظام العراية حسب ما قال، كيوعي في واحد الشعب بغل حسب التوصيف ديالو. بغل كيقصد واحد الشعب ما كيفهمش، واحد الشعب مغيب، واحد الشعب عوض ما يشوف المشاكل ديالو اللي عند رجليه واللي في باب دارو حاضن المخزن والصهاين او المروك. هذا هو ما يقصد. الوالدة ديالو مسكينة وقعت لها واحد حادثة، طاحت ترست من يديها من رجليها، والمنطقة اللي فيها ما فيهاش مستشفى، اضطروا ينقلوها. هذه الدولة اللي كتمتع بأقوى منظومة صحية في القارة الإفريقية حسب ما قاله الكذاب تبون عبد المجيد، أقوى منظومة صحية. وتبون من إن شعر بوعكة صحية، ما غاديش نقول شنو هي، جا لهنا لألمانيا كيتعالج، وجلس هنا شهور طويلة لاجئا وهاربا من أقوى منظومة صحية في القارة الإفريقية، المنظومة الصحية الجزائرية. شأنه في ذلك شأن بالبطوش. بالبطوش هو لما شعر بوعكة صحية تسلل كاللصوص تحت جرح الظلام إلى إسبانيا من أجل العلاج، هو بدورته وهربان من المنظومة الصحية الأقوى في القارة الإفريقية. اسمعوا هذا السيد هذا كيوصف لنا هذه المنظومة الصحية الأقوى في القارة الإفريقية. هذا جزائري نوقف معها ونحكم في يدها وندعي لها. الله خير مالا انتم السنة بتاعي لكل من يحبني، وأنا أحبكم جميعا خاطي، يدعي لها بالشفاء العاجل. صراحة لا نملك إلا أن ندعو لوالدة هذا المعارض الجزائري. هذا الرجل الحر للأسف أصبح من القلائل داخل دولة العسكر الملحدة، داخل نظام الشيعة والمتشيعين. لا نملك إلا الدعاء لها بالسلامة والعافية،
والشفاء وطول العمر لها ولكل أمهات المسلمين أينما كانوا. احنا كنعرفوا مقام الأم وأهمية الأم، لا يحرم شي واحد من العطف ومن الحنان ديال الوالدة دياله. أنا أشعر بهذا الرجل كيفاش أنه كيدفع ضريبة الوطنية دياله والوفاء الوطن دياله بالبعد عن الأم دياله. وهذه اللحظة كل واحد كيتمنى أن يكون إلى جانب أمه ويحاول يخفف عنها ويحاول أنه يعني يساعدها بما يملك وبما لا يملك. فهذا الوقت هذا الرجل هذا مسكين حرموه هذا نظام العراية صراحة كما يسميه العديد من الجزائريين نظام العراية، حرموه من أنه يصل الرحيم بأمه. وهذا المعارض الجزائري مش هو الوحيد، الكثيرون كثيرون اللي تم التنكيل بهم النظام. دولة العسكر نظام قاطع الأرحام، شوف ماذا فعل بين المغاربة والجزائري أكثر من 30 سنة وهو يغلق الحدود ويفصل بين شعبين كتجمعهم أواصر القرابة أواصر الدم، بل أكثر من ذلك كيشعل الفتنة وكيشيطن ويروج لخطاب الكراهية. فهذا الجزائري مثال صارخ على جرم وبشاعة ما يرتكبه نظام شنقريحة وتبون. سمعوا إن شاء الله ويعطيكم الصحة خالتي غادي نعاود نسمعوا هذا المقطع مرة واحدة وبشكل كامل باش تشوفوا وتستشعروا فداحة ما يعيشه الإنسان الجزائري اليوم داخل الجزائر. راه الإنسان الجزائري راه يعيش في ضنك، راه في ضنك، راه كل المواد الأساسية غير متوفرة داخل دولة العسكر. راه القهوة اللي كيشربوها الناس في الصباح مابقاتش متوفرة كمادة، أصبحت يعني ربما قد توزن بميزان الذهب داخل دولة العسكر، دولة الغاز والبترول. وهذه السياسة ديال العسكر، سياسة جوع. أنا لا أعمم ولا أصف الإخوة الجزائريين بهذا التوصيف، ولكن هذا المثال سأدرجه فقط من باب تبليغ عن الرسالة. نظام دولة العسكر كينهش سياسة جوع، كلبك يتبعك مع الجزائريين، وأظن بأنه نجح في هذا الأمر إلى حد بعيد. شوفوا الجزائريين اليوم معظم الوقت هم فقط يبحثون عن قوت يومهم ومنهمكين في هذه اليوميات ديالهم البائسة، ونظام دولة العسكر يزيد بؤسهم بأسا من ديك القرارات ديالو الغير محسوبة العواقب. اسمعوا هذا الأخ هذا الذي يستنجد بالمغاربة وبغير المغاربة بإحرار العالم ويصف فضاحة ما يعيشه الإنسان الجزائري خارج الجزائر أو داخل الجزائر حتى. اسمعوا. أطلب منكم خالتي الدعاء للوالدة تاعي، للوالدة أمي، كي كل واحد كيف يسميها، راهي طريحة الفراش مستشفى في الخروب ما عندناش. مسكينة داوها لوين؟ الولاية، لولاية الشرق قسنطينة بلاد العلم، وهي معمرة غير بالدواء، راهي تعاني بينا مسكينة، كسرت من رجلها، طاحت كسرت من رجلها ومن يدها، راهي تعاني الولاية. وللأسف نظام العراية قاعد نهضر في كلمة الحق وقاعد نوعي في شعب بغض، ما نقدرش مسكينة نروح عندها ونوقف معاها ونحكم في يدها وندعي لها. الله مالا نتوما السند تاعي لكل من يحبني، وانا احبكم جميعا خالتي، يدعي لها بالشفاء العاجل ان شاء الله ويعطيكم الصحه خالتي. كيف كتلاحظوا هادو صراحه، هادو هما الجزائريين، هادو هما الناس المربيين المحترمين، الناس اللي كيشبهونا حنا المغاربه، اللي كينطبق عليهم ديك المقوله ديال المقولة الشهيرة، نحن شعبين أو شعب في بلدين، شعب في بلدين، هذول كينطبق عليه، ماشي الدباب الإلكتروني دوك خريجي بيوت الرذيلة، دوك الناس اللي صراحة لا تربية لا دين لا أخلاق لا، كيقول المثل الذي لا يمشي بكري. على أي حال
كل التضامن مع الاخ الجزائري اللي كيوضح لنا وكيبين لنا ما تعيشه الجزائر في وقت ان كل الدول كتباهى بالانجازات ديالها العلميه او الاقتصاديه او الثقافيه. كنشوفوا شقريحه كيخرج عندنا كل مره بيخرجها تعديلات في الجيش، عزل ضابط او لواء، تعيين اخر. شقريحه كان قائد اركان ولا ان وزير منتدب لدى وزير الدفاع، كيفرقوا المناصب فيما بيناتهم، كيضحكوا على عقول الجزائريين، يتمتعون باموال شقريحه. زاد بنفسي يعني زاد الراسو في الدخل، كان عنده اجر، صار عنده اكثر من اجر، اجرين او ثلاثه، وان كان في الاصل راه مستولي على ميزانيه الدفاع 25 مليار دولار. ابنته في نيويورك، يعني راه كنعرفوا حسب بعض المصادر على الاقل كتاخذ ما بين 15 20 الف اورو شهريا بدون ديك الاشياء اللي كتمر من تحت الطاوله، وزيد وزيد وزيد. على اي حال، نظام فساد مستشري تبون غائب غير موجود، رئيس خارج التغطيه، رئيس مسكين يعني صراحه نقدروا نقولوا مسكين، يستحق الشفقه، رئيس تائه هائم على وجهه، كيركبوا فيه وكيمسحوا فيه كل فضائح الجزائر القديمة والحديثة واللي غتجي بعد 20 سنة أو 30 سنة. يعني الأوضاع ما يمكن إلا أنك تنظر إليها بتشاؤم غير مسبوق. المهم انتقلوا الموضوع الثاني اللي اختاريته لهاد المباشر، وهو المتعلق بطبيعة الحال بعودة العلاقات الوشيكة بين إيران والمملكة المغربية. وهذا الكلام تحدثت عليه منذ مدة طويلة على هذه القناة، قلت بأن الإنسان الإيراني إنسان ذكي، دبلوماسي محنك. إيران تشبه تركيا في واحد مجموعة ديال القرارات والتوجهات الاستراتيجية. أردوغان كيقول دائما، وهذا بين الخاصة ديالو، تركيا أولا، ولكن خارج تركيا كيعطينا فعلنا شعارات، يتاجر لنا بالدين والى اخره. ما نعرفش نتكلم على الحاله التركيه اليوم، ولكن الحاله الايرانيه كتشبه الحاله التركيه في كثير من الجوانب. تركيا ناخذها مثال ديال الدوله العبريه، تركيا يعني دوله عندها علاقات مثينه ومتينه جدا مع الدوله العبريه، وعلنا يمكن هناك سفارات، تعاون عسكري اقتصادي. في عز الأزمة والإبادة اللي تعرضوا لها الإخوة الفلسطينيين، شفنا كيفاش أن تركيا كانت، تركيا أردوغان كانت تعامل مع الدولة العبرية كدامها، وشفنا استقبال ديال الرئيس الدولة العبرية في تركيا كيف كان، وكيف استقبل من أردوغان استقبال العظماء إلى آخره. ودولة الملالي هي نفس السياسة، غير هي من تحت طويلة، حبايب حبايب يعني يقضون المساء أو الليالي الطوال على نفس الفراش، الدولة العبرية ودولة الملالي. وشو ذاك مهرجان ديال الشهب النارية المتبادلة بين البلدين اللي لم تخلف ولا ضحية، وذاك المسرحية اللي خرجوها مع بعض، فالعلاقة بينهم يعني علاقة طيبة يعني. وما قامت به دولة الملالي في المنطقة العربية الدرجة الأولى، لكن يخدم يعني مصالح الدولة العبرية أولا وأخيرا. من هذا المنطلق دائما أنا كنت كنقول بأن دولة الملالي دولة يعني عندها دبلوماسيين عقلاء، كيعرفوا كيفاش يوظفوا ويستغلوا الأغبياء، البلداء، بحال نظام دولة العسكر، بحال شنقريحة، بحال تبون، ركيبانوا لهم بحال شي، بحال هذاك نصر الله، بحال اسماعيل هنيه، بحال هذوك اللي صفتوهم، ضحوا بهم وقدموهم قربانا لمصالح دوله الملالي العليا. هكذا ينظرون الى هاد التبون وهاد الشنقريحه، وهكذا
كان الإحساس ديالي دائما بأن دولة الملالي كتوظف دولة العسكر من أجل زرع البلبلة في شمال إفريقيا وتصدير عدم التوتر. وهذه السياسة ديال دولة الملالي اللي خدمت بها الدولة العبرية لسنوات طويلة، هاد تصدير التشيع إلى بعض البلدان العربية ومحاولة زعزعة الاستقرار وإدخال هاد الدول العربية في حروب أهلية طائفية، هذا من شأنه خدمة الاستراتيجية والأجندة ديال الدولة العبرية التوسعية في المنطقة. وهكذا كان شفنا ماذا فعلت بسوريا، ماذا فعلت بالعراق دولة الملالي، إيران، ماذا فعلت في لبنان، في اليمن، وكانت قاب قوسين أدنى أن تتسرب إلى شمال إفريقيا لولا يقظة المملكة المغربية التي وقفت بالمرصاد أمام هذه السياسات العدوانية لدولة الملالي ودافع عن المغرب، مش عن نفسه، دافع عن منطقة المغرب العربي مجتمعة، دافع على تونس، دافع على الجزائر، دافع على موريتانيا وعلى ليبيا. المغرب السياسة ديالو حمى منطقة المغرب العربي من مد تشيعي إيراني. والمشكل أن دولة العسكر، دولة الملاحدة والإلحاد ما كيتعلموش من التاريخ، هما وكيف قلت أكثر مرة مستعدين للتحالف مع الشيطان إذا كان هذا الشيطان يريد أن يؤذي المغرب والمغاربة. نظام دولة العسكر في تسعينيات القرن الماضي وقع في أزمة حقيقية مع دولة الملالي. دولة الملالي مجرد ما دخلت الجزائر في نقول حرب أهلية بين قوسين بين العسكر والشعب، دولة الملالي هذه الفرصة اللي كتستغل فيها الأوضاع من أجل التسلل، من أجل زعزعة الاستقرار، وبدأوا كيصدروا التشيع في هذه الفترة. وكان هذا السبب خلى أن الجزائر قطعت العلاقات ديالها مع دولة الملالي لسنوات. فهذه كانت خيانة، خيانة ما بعد خيانة. لو كان في داخل الجزائر أحرار يحكمون البلد لرفضوا عودة العلاقات مع دولة الملالي بالأحرار، كانوا يتحالفوا معها ضد المغرب. لكن لأنهم مستعدون للتحالف مع الشيطان تحالفوا مع دولة الملالي فقط كي يؤذوا المغرب. ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ها هي دولة الملالي كتستفد، كتحاول تستعملهم كقنطرة للعبور إلى القارة الإفريقية وإلى منطقة شمال إفريقيا، فشلت في الوصول إلى الأهداف ديالها لأن المغرب كان واقف واحد الحصن منيع ضد السياسات ديال دولة الملالي. إذن دولة الملالي كتبقى دولة عاقلة. حنا كنقولوا بأن دوك الإيرانيين اليوم راهم نتاج لواحد الحضارة فارسية لمئات السنين، مئات السنين، يعني أزيد من ما قلناش آلاف السنين. فإنسان الفارسي إنسان ذكي، كيعرف من أين تؤكل الكتيف، كيعرف كيفاش يدبر الأمور ديالو، كيعرف كيفاش يحني راسو الأمواج إذا كانت عالية، كيعرف أنه كيف يتجنب الوقوف ضد مجرى الرياح، ماشي بحال عجزة نظام دولة العسكر. المهم إيران اكتشفت بأن العالم كله إلى جانب المغرب. إيران وعدت بأن نظام دولة العسكر نظام مارق معزول، ما عنده وزن، ما عنده هبة، ما عنده مواقف، وشهدت هذا الأمر بأم عينيها إيران. شفتها ماذا حدث مع نظام دولة العسكر في منظمة البريكس اللي حاول أكثر مرة أنه ينضم لها وحدية طلبه بالرفض. شفت كيفاش أن أقوى دولة في العالم تاع تاريخ المغرب الصحراء، شفت كيفاش دول الخليج كلها مع المغرب، شفت الاعترافات الأوروبية وآخرها اعتراف ماكرون دولة وفرنسا كنعرفوا الدور ديال داخل الاتحاد الأوروبي إلى خلاخ خلاخ، وروسيا حليفة نظام دولة العسكر الاستراتيجية بدورها ذاك عدم التصويت والحياد ديالها راه كتعتبر ويقرأه المتتبعون كشكل من أشكال الدعم الضمني. الصين اللي بدات وفق واحد المجموعه ديال المصادر غير رسميه تكلمت بانها تستعد لكي تفتح قنصليه في المملكه المغربيه، وهذا الشيء زاد اكدوا الزياره ديال رئيس الصين الى المملكه المغربيه بالامس واستقباله من ولي العهد مولاي الحسن. هذه كلها اشياء
ورسائل خلات الفاعل السياسي داخل إيران يعيد تقييم الأوضاع، وشاف بأن مصلحة إيران العليا فوق طبيعة العلاقة مع دولة العسكر. شكون هما دولة العسكر؟ شكون تبون شنقريحة؟ ركلوهم بحال كيشوفوهم فقط عربي، أصلا كيشوفوهم بطريقة استعلائية. وكنعرفوا احنا الفرس كيف كانوا يعاملون العرب وكيف ينظرون إلى العرب. ها؟ وأكيد أن كيشوفوا نظام دولة العسكر نظام ديال نظام ديال الحوتة لا أجلاف، ما عندهم لا وزن ولا قيمة ولا أي أهمية. آخر شيء أنه فكروا فيه هو ردة فعل ديال نظام دولة العسكر، فخصوصا بعد عودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية بوساطة من الصين. هنا نذكر المتفاعلين مع هذه القناة ومتتبعين لهذه المباشرات، احنا قلنا لم دولة العسكر كانت من الدول التي شعرت بالخطر والقلق، ومن الدول التي لم تكن مرتاحة بل كانت رافضة لعودة العلاقات بين إيران والسعودية. ولو كان لنظام دولة العسكر أي تأثير على إيران لضغط على إيران ومنعها من تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ولكن نظام دولة العسكر ما عنده حتى شي وزن ولا هيبة ولا أي مواقف ولا أي تأثير ولا أحد يعتبره ولا يعبره. إيران قرارها السيادي ينطلق من قناعات من يحكمها. فإيران شافت المصلحة ديالها أنها تطبع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وأن ذاك أنا استنتجت بأن عودة العلاقات بين إيران والمملكة العربية السعودية غادي يكون له دور كبير في عودة العلاقات بين إيران والمملكة المغربية. وحنا كنذكروا أن المغرب كان دائما، وهذه خص الإخوة المتتبعين يتذكروها، دائما لدول الخليج، وكان دائما يقف إلى جانب دول الخليج ضد إيران. والمغرب التزم بالدفاع على دول الخليج تجاه إيران في حالة أي عدوان تعرضت له دولة من دول الخليج. فالمغرب كان دائما موقفه متماهي مع الموقف السعودي والإماراتي والخليجي بشكل عام فيما يخص إيران. فمن رجعت العلاقات السعودية الإيرانية أنا توقعت بأن قريبا سترجع العلاقات المغربية الإيرانية، وهكذا كان. هناك مصادر تتحدث عن وساطة سعودية بين إيران والمملكة المغربية، ونظام دولة العسكر هذه الأيام يتلقى الصفعات والأخرى. وقلت لهذا التبون وشقريحة وحذرتهم ولا شي حد يوصل لهم هذا الكلام ديالو، أكيد أن استخبارات نظام دولة العسكر وفلون نظام دولة العسكر كيسمعوا هذه المباشرات وكيكتبوا تقارير وكيوصلوا للجهات المعنية داخل دولة العسكر، لأن كنشوفوا سياسة دولة العسكر وبعض القرارات كنستشعر بأنها كتكون في الغالب إما جوابا أو تفاعلا مع ما يقوله المغاربة على منابر التواصل وسائل التواصل الاجتماعي. إذن قلت لهذا تبون وشقراء أكثر من مرة وحذرته من غضب محمد السادس حفظه الله، قلت بأن غضب الملوكي شديد بعد ذلك السياسة ديال مد اليد مرتين والتجاهل ديال نظام دولة العسكر للمبادرة الملكية من أجل طي هذا الملف وبشكل ثنائي بين المغرب والجزائر، وتراها غادي تجي أيام سوداء على نظام دولة العسكر. وتبون شكرا غادي يتمناو اليوم اللي تولدوا فيه لم يكن ذاك النهار اللي تولدوا فيه غادي يكفروا به، لأن كان لاحظ أنا شخصيا وهذه من السياسات القوية وصراحة يجب أن تدرس في المعاهد الدبلوماسية الدولية. السياسة الفعالة ديال العاهل المغربي محمد السادس هي سياسة تجفيف منابع نظام دولة العسكر، يعني هي سياسة تجفيف منابع نظام دولة العسكر المغرب ناجح فيها 100%. ماذا يعني هاد سياسة تجفيف منابع؟ وهو هاد النظام العسكري الجزائري هادوك الحلفاء اللي مسخن بهم كتافه تا
تحيدهم ليه، دوك الجنحان اللي عندنا دار العسكر تقصهم ليه، باش تخليه متفرد وحيد بدون غطاء بدون دعم بدون اي تاثير. وهادشي اللي نجح في المغرب. شوف الحلفاء الرئيسيين ديال نظام الدوله العسكريه يتساقطون، او بالاحرى نقولوا يتخلون عن نظام الدوله العسكر الواحد تلو الاخر. الحلفاء الاستراتيجيين، امريكا اللاتينيه كعديد من الدول سحبت الاعتراف ديالها بجمهوريه الوقواق، فرنسا اعترفت بمغربيه الصحراء، اسبانيا قبل ذلك، ما نقولش الولايات المتحده الامريكيه، روسيا والصين هما الان كيغسلوا ايديهم على نظام دوله العسكر ويبتعدون عن حماقه نظام دوله العسكر. ايران هذه اللي المندوبه ديالها مؤخرا في الامم المتحده، شفنا كيفاش تكلمت على الوحده الترابيه للمملكه المغربيه وعادت انتاج خطاب ديال نظام دوله العسكر. هي اليوم بدات في مفاوضات مع المملكه المغربيه، واكيد ان المغرب يوضع الشروط ديالو، ما كاينش هناك تطبيع للعلاقات دون شروط المملكه المغربيه. كبار العالم خضعوا لشروط المملكه المغربيه، الاعتراف اولا ومن بعد عاد نتكلموا في التفاصيل. اظن ان ايران موضع عليها الطاوله الشروط المغربيه كامله من اجل اعاده تطبيع العلاقات وفتح السفارات، اهمها ان دوله الملالي ترفع يديها عن بوريزاريو، دوله الملالي تسحب اعترافها بجمهوريه الوقواق، دوله الملالي تديها في راسها، وهذا ما سيؤلم نظام دوله العسكر وغادي يدخلوا في واحد النوبه عصبيه جديده. وبطبيعه الحال هذا بوساطه للمملكه العربيه السعوديه، وماشي فقط الوساطه، حتى المتغيرات الدوليه كلها تتجه لصالح انهاء هذا الملف، لان هناك اجماع دولي لاغلاق هذا الملف اغلاقا نهائيا. اذا نظام دوله العسكر شنو طالك؟ فقط الذل والمهانه وقله القيمه، واصبح راسك يتبون وشجرها مطأطئا، مطأطئا وانفك في التراب. نقول هذا الكلام بكل موضوعيه وبكل هدوء وبكل يعني اريحيه، أنفك يا نظام دورة العسكر أصبح اليوم ممرغا في التراب، ولا كان شي تبوني أو شنقريحي يستطيع إثبات العكس، فليتقدم فليتفضل. أنا متفائل بطبيعة الحال بعودة هذه العلاقات قريبا قريبا. حتى ذاك المنقلب قيس سعيد، هذا المريض نفسيا الذي باع تونس لنظام دولة العسكر، وتونس بطبيعة الحال هي ولاية جزائرية، نقولها بكامل الصراحة، دولة فاقدة للسيادة، وهذا شيء طبيعي لأن المعين على قصر قرطاج راه هو محمي ومدعوم ومبارك من استخبارات نظام دولة العسكر المنقلب قيس سعيد، احنا كنعرفوه. هذا المنقلب قيس سعيد بدوره شرفاء تونس بداو كيستشعروا الفضيحة والخطيئة التي ارتكبها هذا المنقلب قيس سعيد. الإعلام التونسي وبعض نقولوا أحرار تونس كي كنعرفوهم، التوانسة كي كنعرفوهم، ماشي دوك التوانسة الصماصرة اللي كيعاودوا لنا إنتاج خطاب نظام دولة العسكر، دوك الوصوليين وصوليين هادو موجودين في كل مكان، البيع والشرايا والشياتة معروفين وموجودين في كل مكان، ما نتكلمش عليهم، ولكن نتكلم على أحرار تونس والتونسيين اللي بداو بدورهم ينتقدون وإن كان بصوت خافت دوك القرارات ديال المنقلب قيس سعيد فيما يخص السياسة الخارجية. على سبيل المثال المنقلب قيس سعيد، شوف باش تعرف بأنه هو فقد البوصلة وبدأ في سياسة عزل تونس عن محيطها الدولي وإلحاق تونس كولاية بالجزائر، ويخلي تونس هي بدورها تحصد النتائج السلبية لسياسة تبون وشنقريحة. المنقلب قيس سعيد وكأنه وضع تونس
في نفس السلم مع نظام دولة العسكر، وحكم على الشعب التونسي بنفس مصير الشعب الجزائري. شوف هذا المنقلب قيس سعيد خرج واحد البيان، واحد التدوينة يفتخر برفع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. شوف هذا، شوف الإنجاز، شوف الإنجاز كيف يكون حين تغيب فعلا الإنجازات. عودة يعني يحتفي بعودة العلاقات مع سوريا، وهذا استنساخ وإعادة إنتاج لسياسة نظام دولة العسكر. كنعرف الحليف دياله هو هذاك الدموي بشار الأسد، باش تعرفوا بأن هذا النظام العسكري راه نظام آخر ما يفكر فيه هو الشعوب أو حالة الشعوب. حالة الشعوب، غادي نسمعوا بعض المقاطع من واحد النقاش كان في واحد البلاطو إعلامي تونسي، وغادي تستشفوا بأنفسكم. شوف كاين الشياته، ولكن كاين في نفس الوقت أحرار تونس يتحدثون على الحقائق ويضعون النقاط على الحروف وينتقدون وإن بصوت خافت سياسة المنقلب قيس سعيد، لأن تونس راه تحولت إلى دولة عسكرية، دولة عسكرية غير معلنة. نظام دولة العسكر في الجزائر كنعرفوه، ولكن تونس إلى حد ما كنا كنتكلموا على دولة بوليسية في أيام زين العابدين، وبعد ذلك تونسيون في إطار معروف بالربيع العربي وإن كان عليه تحفظ. دوك كيتكلموا على دولة مدنية ونظام ديمقراطي، وخصوصا من كان منصف المرزوقي هو رئيس تونس، يعني الكثيرون تفاءلوا خيرا. ولكن الدولة اللي كانوا التونسيون كيتكلموا عليها بأنها بوليسية وكانوا ينتدون ديك الحقبة ديال زين العابدين، ولاو اليوم يحنون إليها. التونسيون يحنون إلى حقبة زين العابدين بن علي، كيقولوا محلاها أيام، محلاها أيام، لأنهم اليوم أصبحوا تحت نظام ديكتاتور منقلب عسكري دموي إقصائي قمعي، قضى على كل الأصوات المعارضة وأغلق كل المؤسسات الدستورية وتفرد بالحكم وبالقرار، مدعوم ليس بشرعية شعبية وإنما بغطاء خارجي شنقريحي تبوني. غنسمعوا هاد الإعلام التونسي ماذا يقول عن علاقة تونس بالمملكة المغربية، ومدى نعلقوا. تغرب الواحد ولاية جزائرية، أي ولاية جزائرية، عندما تعتبر تونس ولاية جزائرية. احنا صحيح ننقدوا الخيارات في بلادنا، ولكن ما نسبق حتى حد انه يتدخل في شؤوننا الداخلية. معاك، ولكن زيد احنا نحكي، سمعوا هذا واحد الشيات تونسي، شيات تونسي، هاد الشيات موجودين في كل مكان. قال باننا احنا تسميونا يا المغاربه بالولايه التونسيه الجزائريه، وحنا ما نقبلوش اي حد يتدخل في شؤوننا الداخليه الى اخره، وحنا ناس سياده. وهادشي على خلفيه واحد المقال كتب فيه سبريس، اعتبر بان تونس ما بقاتش عندها يعني حريه القرار السياسي، تونس اصبحت مقاطعه جزائريه او ولايه جزائريه او سميها ما شئت. المهم دوله بدون سياده، بدون السيادة، قرارات تونسية تتخذ في قصر مرادي. هذا الشيء يعرفه القاسي والداني، وحتى ذاك الجزائري البسيط عارف هذا الأمر. هذا خرج هاد الشيات كي يعني ينتفض يدافع عن بحال دوك الشيات، دوك الفلول ديال نظام دولة العسكر داخل تونس. هناك أيضا فلول ديال المنقلب قيس سعيد خارج كيدافع وينافع، وربما بغي له شي بوست ولا شي مصلحة. حنا كنعرفوه في الجزائر اللي بغى يترقى، اللي يبغى يحصل على شي منصب، يبغى يدير كارير عليه بالمروك والمخزن، المخزن. ودابا تونس انتقلت الى العدو الشياته، اللي يبغى ثاني شي بوس ولا شي ان يرضى عنه المنقلب قيس سعيد خصو يقوم داك دور البطوله. ولكن داخل تونس كما داخل الجزائر هناك بعض من الاحرار، هناك احرار، ناس وطنيين، ناس واعيين، ناس عارفين حقيقة ما يجري. شوفوا هاد التونسي كيفاش غيرد على هاد الشيات اللي انتفاض وكينتقد المغرب، وما عندش المغرب حق يدخل لنا في شؤوننا الداخلية حنا تونس، ويرفض أن
ننعته بولاية جزائر إلى آخره. شوف شو غادي يقول له التونسي بماذا سيجيب. وعلى المغرب وعلى التتبيع ونرفضوا الملك ونرفضوا ما يقوموا به. وزاد نجم يقول لك ما عادش تدخل فيه وش يهمك فيه نتبع ولا ما نتبعش، وهذه قرارات سياديه احنا ناخذها. فتحنا البلاتوات وفتحنا النار على ملك المغرب وقرارات والتطبيع والخنوع مع اسرائيل. اي هو يقول لك مساله التطبيع ناقشوا فيها حتى مبعثنا الداخلي. الوزير الشؤون شو ماذا قال؟ شفتوا ماذا قال؟ هذا التونسي برافو عليه، هذا التونسيين واعيين كما عهدناهم، ناس متعلمين. يعني ما تدارش به. قال له انت تقول، انت كتقول المغرب اليوم علاش كيسمونا بولايه جزائريه، وانت البارح تدخل في امورهم الداخليه وتقول لهم انتم تطبعوا، وفي البلاطوات هنا كنا نهاجموا ملك المغرب والى اخره. شو حلال علينا حرام عليهم؟ انت بنفس المنطق ونفس اللغه التي تستعملها باي يعني مبرر انت كتدخل في العلاقات المغربيه. المغرب المغاربه يطبعوا مع ابليس، يطبعوا مع الشجر، مع الحجر، مع المريخ، انت ما شغلكش. بل اكثر من ذلك غادي تسمعوا بعد بعد التونسيات كيفاش غيردوا على هاد الشيات في علاقه بهذا الموضوع. شوفوا هاد الدوله اللي كيدافع عليها هاد المنقلب، شوف البلاغ ديال، اسمعوا معايا مقتطفات من البلاغ. البلاغ الذي اصدره هاد هاد المنقلب قيس علي ما عنده ما يدار. التدوين اللي كتبال ما عنده ما يدار. شوف الانجاز والبشرى التي يزفها للتونسيين اللي صراحه كيعانيوا فقدان مواد اساسيه بحال او ندره مواد اساسيه بحال السكر بحال الحليب. اسمعوا ماذا سيقول عن ماذا سيقوم به هاد هاد المنقلب قيس سعيد. شوف التدوين ديالو، شوف اللغه يا والهج. والتونسيين بالخارج وين يقرر الرئيس الترفيه في مستوى التمثيل الدبلوماسي في دمشق، ويأكد زادا أن السيادة الوطنية فوق كل الاعتبار. فكما لا نقبل التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لا نقبل بالتدخل في شأننا الداخلي، ولا نقبل الانخراط في سياسات المحط. شو كذاب الأفاق، شو المزور ماذا يكتب؟ سيادة تونس فوق كل الاعتبار، وكما لا نقبل التدخل في شؤون الدول، لا نقبل التدخل في شؤوننا والدخول في سياسة المحاور. وماذا تقوم به الآن يا، بماذا تسمي ما تقوم به الآن يا المنقلب قيس سعيد؟ أنك استقبلتي بالبطوش، استقبلتي في تونس رئيس جمهورية الوقواق، استقبال هذاك في تونس ماذا تسمي هذا؟ ماشي تدخل في شؤون الدول أيها المنقلب. أنك تحولت إلى ولاية جزائرية، هذا ماشي انخراط في سياسة المحاور. شوف هذا المريض نفسيا، هذا المريض نفسيا، هذا اللي قطر به السقف. والله فعلا ذاك المثال الله ينجيكم مشتاق إلى دق، هذا مشتاق دق. كان كينتظر الأجرة ديال آخر الشهر وكيكمل غير بالسلف بين عشرين وضحى ولا رئيس دولة. ومصيبة كحلة، هذا وباء، هذا بلاء، هذا وباء أو بلاء. يعني تسلط على التونسيين كلام يعني غرفة سيادة الشعب في الداخل هي مصدر السلطة وسيادة الدولة على المستوى الدولي، هي نتيجة للإرادة الحرة والمستقلة للشعب التونسي. وعبر رئيس الجمهورية أن الدولة ضرورة لازمها توضح الحقائق لتنفيذ ادعاءات من ارتموا في أحضان الخارج للإساءة لتونس وشعبها، لأنه لا وطنية لديهم بل يستبطنون داخلهم العمالة والخيانة والهوان. بتبيع الكلام هذا ماشي كلام ديال تبون وشنقريحه، هذا ماشي كلام ديال نظام دولة العسكر. العماله للخارج والخيانه والسياده للشعب. فين هو الشعب؟ انت خليتي الشعب شي شعب شي سياده. نفس اللغه مستورده ومستوحاه من خطابات تبون وشنقريحه. ما كنقول لكم راه هذا المنقلب قيس سعيد ذاهب بتونس الى دوله عسكريه نسخة طبق الأصل ديال الدولة العسكرية عند نظام دولة العسكر. إذا خلت وين ستعلق فما اللي يكتب وحدك يا رئيس، فما اللي يكتب برافو سيد الرئيس السيدة فوق كل شيء، وفما اللي يكتب السيدة كان بالكلام ما في الرسمي جماعة البر يحكموا فينا، فما اللي علق رانا بلاد فقيرة لا ينفع فيها السيادة ولا هم يحزنون، خلينا شادين ببوشتنا. هذه رائعة، هذه تعليقة من تعليقات أحد المتتبعين.
كاين لا سياده لا يحزوا حنا دوله فقيره خلينا نسدوا ببوشتنا. يعني هو كنوجد الكلام ببوشه هذو المقصود بها هو الفم. الكلام ربما موجه لهذا المنقلب قيس سعيد كيقولوا له بعض التونسيين شد ببوشتك حلها ليل ونهار حلها ليل ونهار ما كتسداش ابدا انت ما قادر على شيء. دوله صغيره ضعيفه كتعيش على الهامش عندك مشاكل اقتصاديه سياسيه اش دخلك في سياسه المحاور ايها المنقلب؟ هذا ان شاء الله الوزير الجديد يحسن في العلاقات رانا لا عاد عندنا لا حبيب ولا صديق. سمعونا الان ماذا سيحدث الان؟ رئيس كندا الترفيه في مستوى التمثيل على الدبلوماسية التونسية في دمشق وحكى مع وزير الخارجية الجديد وعبر له على ضرورة توضيح الحقائق لتفنيد ادعاءات منارة المنفى في احضان الشعبوي وشعبها لانه لا وطنية لديهم بل يستفيدون كما قالت أميمة داخلهم العمالة كلام شعبوي كيف كيف اكد الرئيس على مشاركة تونس في المؤتمر رفيع المستوى لدعم القدس وقال انه المظلمه المتواصله هذه يجب ان ترفع مظلمه متواصله لمده اكثر من قرن وحكي على مساندة حق. كتلاحظوا بان نفس الكلام نفس الخطاب خطاب تبوني شنقريحي ضروري ذاك الازدواجيه والربط بين الخونه والعملاء والقضيه الفلسطينيه دائما خص يكون هاد المتلازمه المرضيه. باش كدعم يا المنقلب قيس سعيد الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بالتجزئ وتقسيم المقسم باستقبالك بالبطوش بهذا تدعم القضية الفلسطينية أيها المنقلب المتاجر المتاجر سمسار سمسار في مآسي الشعوب لا يهمه إلا البقاء على الكرسي لا يهمه إلا البقاء على ذاك الكرسي وربما قدر التونسيا هذا المنقلب غادي يبقى لهم في الحكم ما شاء الله إلى أن يحول تونس إلى خرابة بحال نظام دورة العسكر. اسمعوا الكلام الشعبي الشعب الفلسطيني في استرجاع حقوقه وأراضيه وإقامة الدولة عاصمتها القدس الشريف نبدأ بكم معلش اسمعوا الآن اشترينا الزلزال للترفيع في اسمعوا الآن ماذا سيقال دبلوماسية تونسي في سوريا والرئيس كان بإمكانه فعل هذا تقريبا أكثر من عام ونصف ولا عامين واثنين ما عندناش ديزونجو آخرين مع وزير الخارجية الجديد ما نجموش نحكيو على التحالفات الجديدة وعلى استقطاب أحلاف جدد وعلى نتوجه من إلى ونشوف في خيارات أخرى وي محمود هي فرصة خلينا نقولوا هي حاجة إيجابية خلينا نبنيو عليها الوقت ماهوش الوقت الإرادة متاع رئيس الجمهورية الثانية هذيك الخونة والعملاء واحد ماذا بينا زاد أنا ننساوها ميسالش معها ولات موجودة وكاني كوبي كولي تتحط في كل بيان حتى بيان يحكي على تربية الماشية في سيدي بوزيد إن نزيدوها معناتها ما سميش هذا الشيات ماذا بينا نحيوها احنا على الأقل ولات الطابع والبصمة متاع رئيس الجمهورية خلينا نبنيه على حاجات أخرين هذي حكينا فيه برشا هذيك خطاب رئيس الجمهورية شوف هذا التونسي يعني ينتقد سياسة المنقلب قيس سعيد بطريقة خافتة وغير مباشرة وكأنك يقول له باركعنا من هذه الخطابات الشعبوية رحنا ملينا منها التي لا تقدم ولا تؤخر هذا الكلام الفضفاض ما فيش معطيات ما فيش حلول كلام يدغدغ المشاعر كلام كيدخل في إطار الظواهر الصوتية احنا مالين من هذا الكلام. هادو تونسيون كيفضحوا هذا المنقلب قيس سعيد وكيقولوا له كفا ما تصور لناش التجربات التبونية الشنقريحية داخل تونس احنا وهذه يشهد الإخوة التونسيين واحد فئة كبيرة منهم ناس واعيين متعلمين متفتحين يمكنش أي كلام تبدأ تحاول تقنعهم بها ما يمكنش تقول لهم راه الشمس راه كتشرق من المغرب وهي تشرق من الشرق. سمعوا هذا التونسي ماذا سيقول وتونسي اخرى. فرصة باش يعدي الرسالة هذه ولكن الرسالة الترفيع في المستوى الدبلوماسي شيء ايجابي حسب رايي برشا عباد نقدت برشا عباد هي فرصة انه الشعب السوري يعاني من الازمة هذه فرصة باش نعبروا احنا كتوانسة للشعب السوري على تضامننا ومساندتنا. وكأن هاد التونسي كيقولوا احنا مالنا ومال هاد الشعب السوري واش حنا حلينا مشاكلنا الداخليه باش نقلبوا على الشعب السوري الشعب السوري الله يسهل عليه
نسأل الله والله يعني أن تتغير أحواله إلى ما هو أفضل، وهذا التغيير ما هو أفضل لن يكون إلا بتغيير هذاك الرئيس الذي يحكمه، لأن عنده تاريخ دموي. صافي، هذاك الصلاحية انتهت معه، لن تقوم لسوريا قائمة، هذا أمر مفروض. فهذا التونسي يقولون إحنا مالنا مال هذه سوريا، هذا تونس أولا، هذا هو لسان حاله، تخرج علينا المنقلب بهذه التدوينات ولا بهذه البلاغات كتكلمنا على قضايا خارجية وهذا الكلام ديال للتونسي آخر شيء يهمه. شوف لنا حلول المشاكل الاقتصادية التونسية، شوف حلول التبعية التونسية لنظام دورة العسكر، شوف حلول العلاقات المتوترة مع حليف استراتيجي كنسمو المملكة المغربية. هذاك الوزير ماشي تقول لي سيرفع ليا التمثيلية في سوريا في دولة خراب، كيحتفي اليوم هذا المنقلب قيس سعيد بسوريا وكأنه كيتكلم على الصين ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا كندا ولا شي دولة وازنة في العالم. ولكن تونسين يعني أذكياء يعني صراحة بما يكفي كي يكشفوا ألاعيب هذا المنقلب قيس سعيد. والترفيع في المستوى الدبلوماسي هي رسالة سياسية قوية وزاد فيها معنى آخر، أنه اليوم العالم الكل ما ينجم حتى حد يجي يلوم على تونس في الوقت هذا بالذات كيفاش ترفع في المستوى الدبلوماسي مع التمثيل الدبلوماسي مع سوريا. في مسألة أخرى، مسألة التحالفات ومسألة هذا هو المهم. تونس اليوم في وضع ووضعية صعبة، خاصة بعد اللي صار مع أميرة وراوي. تونس أين تتجه؟ هل أنه باش تحافظ على التحالف الاستراتيجي اللي مبني منذ سنوات اليوم مع الشقيق الجزائر، أو عندها تحالفات أخرى؟ لأنه اليوم وقت اللي راو أنا لهنا ونعمل بارونتيز بربي، لأنه المقال اللي هبط في إسبريس هو غادي يجي المقال ديال المغرب قبل ما نتكلموا عليه. بالنسبة لقصة أميرة براوي، ربما اللي أجل التذكير فقط، عرفنا بأن هذه حقوقية جزائرية هربت من الجزائر إلى تونس عبر الحدود بطريقة غير شرعية. سيدة هربت، نفذت بجلدها، عرفت بأنها إلى دخلت البنيقة عند نظام دولة العسكر غادي نساوها تما. وهذا غادي يكون مدخل الموضوع اللي غنتكلموا عليه ديال بوعلام صلصال، هذا المفكر الجزائري التونسي اللي هو مختطف في دولة العسكر. غادي نرجعوا لهذا الموضوع، موضوع غاية في الأهمية، مع تسجيل صوتي لهذا الرجل ونشوف السبب علاش تم الاعتقال ديالو. أميرة براوي، هذه السيدة هذه حقوقية يعني كان عندها مواقف داخل الجزائر، هربت، حست بأن النظام، وطبيبة، حست أن النظام دورة العسكر غادي يدخلها للبنيقة، ما غاديش تخرج مازال، هربت لتونس، مشينا على الأقدام، وصلت تونس بطبيعة الحال وتعرضت أمام القضاء التونسي وحكم لها يعني يعني أطلق صراحة وعين لها موعد المحاكمة باعتبار أنها دخلت بطريقة غير شرعية لتونس. وجاء الاستخبارات نظام دولة العسكر بغاو يشدوا أصحاب من باب المحكمة، بغاو يخطفوها يديوها للجزائر باش تعرفوا بأن تونس مستباحة ولاية جزائرية، باش إخوة التونسيين ما يتقلقوش من يقول لهم راه بلادكم ولات ولاية جزائرية، مقاطعة خلفية، حديقة خلفية لنظام دولة العسكر. السيدة عندها باسبور فرنسي هو اللي نقدها، لولا تدخل السفارة الفرنسية كرة ردوها للجزائر وداروا فيها القديد. تدخلت فرنسا وكنعرفوا نظام المنقلب راه صحيح كيخاف من دولة العسكر ولكن كيخاف من فرنسا أكثر من دولة العسكر هذا المنقلب، فخضع لأوامر فرنسا وسمح لها بمغادرة تونس. بعد تونسي كيغلطوا كأنه تونس كيدخلوها في أن قرار سياسي ولا العلاقات مع الجزائر ربما تأثرت بقصة أميرة برا، نظام ديكتاتوري هذا عسكري ديال المنقلب قيس سعيد، هادشي ما عنده به علاقه، والامر كله مساله خوف. لان اميره بوراوي عندها باسبور فرنسي، اذا كان عندها شي باسبور موريتاني كون سلمها مباشره للجزائر بدون تفكير، بدون كاع ما يفكر ثانيه واحده. ولكن لان فرنسا تدخلت واميره بوراوي عندها جواز فرنسي، فمنقلب قيس سعيد خاف من عقوبات فرنسا ومن غضب الإليزي، لأنه يقدر يطيروا عندك من قرطاج. وحنا كنذكروا كلنا ديك اللقاء ديال الشهير بين
منقلب قيس سعيد والرئيس الفرنسي ما بقى غير يبوس ليه رجليه، ما بقى غير يبوس ليه رجليه. اسمعوا 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 الاخوه اسمعوا اسبريس المغربيه أسمع. حقيقه معناتها هالشيات فضيحه. اسمحوا لي لا يرتقي لعلاقات دبلوماسيه قويه مع الاشقاء في المغرب. ماذا بينا رساله نوجهها للاشقاء المغاربه؟ بعثونا تونس على التجاذبات السياسيه بتاعكم مع الجزائر، لانه مقال يحط من سمعتوا شنو قال هاد الشيات، هذا الشيطان الرجيم هذا قال كيوجه كلام احنا المغاربه وبعدونا على المشاكل ديالكم مع الجزائر. مقال هذا التونسي الشيات، مجرد مقال في اسبريس وصف تونس بانها ولايه جزائريه، مجرد مقال شعلت فيه العافيه. ايوا ايها الشيات، بما تصف استقبال رئيسك المنقلب قيس سعيد الرئيس غير شرعي، بماذا تصف استقباله لبن بطوش؟ بن بطوش هذا اللي كنعرفوه حنايا المغاربه طول النهار هو مجبد تحت واحد الخيمه في تندوف، رجليه خارجه من تحت الخيمه مكسل، ما كاين عنده ما يدار، حط حدا المكيفات وشد وكيتيه تما اتاي والكوفيه وحط ربما عنده شي، ما ندخلش في الامور الشخصيه. استقبلوا المنقلب قيس سعيد في تونس على هامش القمه الافريقيه اليابانيه، هذا ما كتعتبروش تدخل، ماشي وفات التدخل ليه، حنا غير مجرد ما قالوا شعلت فيكم العافيه. انتم استقبلتم انفصالي رئيس حركه ارهابيه كتقتل المغاربه والمغربيات، هذا امر عادي. هذا الشيات ولعنه الله على الشياتين، لانهم يكتمون الشهاده، ومن يكتم الشهادة فهو شيطان أخرس، وهذا محرم في شرع الله وشرع الإسلام والمسلمين، كتمان الشهادة. أيها الشيات، تكلم على هيسبريس نشرت مقال، ومنقلب من يحكمك استقبل رئيس شبيحة البوريزاريو اللي تريد تهديد الأمن المغربي وتقسيم المغرب وشطره وشطرين. لعنة الله على الكاذبين والأفاقين والمزورين. كيصدق ذاك المثل اللي كيقول يحشموا ماتوا. اسمعوا اسمعوا هاد الشيات، ربما ولا لحسن الحظ كاينين تونسيين أحرار غادي يردوا عليه. قيمة تونس يمس من الشعب التونسي، ولهنا ندوا بهالنوع نتاع المقالات اللي مقالات سامحني في الكلمة نتاع مجاري، معناتها تتهم تونس بالخنوع، تتهم تونس انه ضعيفة دبلوماسيا، انه ضعيفة سياسيا، باش تضرب الواحد ولاية جزائرية. اي ولاية جزائرية عندما تعتبر تونس ولاية جزائرية. احنا صحيح ننقدوا الخيارات في بلادنا، ولكن ما نسبقوا حتى حد انه يتدخل في شؤوننا الداخليه. سمعوا سمعوا التونسي التطبيع وناخذوا الملك وناخذوا ما يقوموا به، وزيد نجم يقول لك ما عادش تدخل فيه، وش يهمك فيه نتبع ولا ما نتبعش، وهذه قرارات سياديه احنا ناخذها. فتحنا البلاتوات وفتحنا النار على ملك المغرب وقراراته والتطبيع والخنوع مع اسرائيل. اي هو يقول لك مساله التطبيع نحكي فيها حتى مبعثنا الداخلي. صدموا صدموا لا تعنيك، كنت يقولوا مساله علاقتنا مع الجزائر زاد لا تعنيك. صحيح انه كل واحد يعطي رايه، وفريتو ماهيش مش تصريح رسمي لوزير الخارجيه. جدا من الغريب نعرف الكواليس، ولكن ماهوش الرئيس اللي خرج، ماهوش الملك اللي خرج، ماهوش وزير خارجيه اللي اخرج. برافو على هذا التونسي، وانا كنحترم بعض التونسيين صراحه، ناس كيكونوا موضوعيين واقعيين، ناس هذا كلام ديال العقلاء، ناس متعلمين، ناس قاريين عندهم واحد الحظ والنصيب من المعرفه. شو كيقولوا ما قالها اسبريس، هذا ماشي كلام ديال وزير خارجيه، ما خرجش بوريطا قال بان تونس ولايه جزائريه، ما خرجش الملك المغربي محمد الصالح حفظه الله قال بان تونس ولايه جزائريه، ما خرجش مسؤول رفيع في الدولة المغربية وقال بأن تونس ولاية جزائرية، بينما الشيات أيها الوصولي يا من يشكل خطر على التونسيين قبل غيرهم، هذو هما البياع والشرايا، هذو هما العملاء حقيقيون، هذو هما خونة الوطن ليزيفون الحقيقة ويجملون صورة المنقلبين القبيحة. أما أنت عندك أيها الشيات، رئيس الدولة ديالك
هو اللي استقبل رئيس البطوشيين شبيحة البوليزاريو الإرهابية التي منذ 50 سنة هما كيحاربوا المغرب والمغاربة وكيقتلوا في المغاربة والمغربيات. أيها الشيات الكذاب الأفاق اللعين الماكر، هذه أوصف يعني بانتقاء أطلقها عليك، وإن كنت تستحق أكثر، إلا أننا إحنا كنحترموا المتتبعين ديالنا في هذه القناة والتزمنا بعدم الدخول في الأعراض ولا في ديك اللغة ديال خريجي بيوت الرذيلة. هذا التونسي جاوبوا بما يستحق، صدموا خلاه يتلعتم، كلوا بالحرف. أنا ما يمكنش أنت تطلب لنفسك ما تنكره على غيرك. حنا كنهاجموا مالك المغرب وهاجمناه في هذه البلاطوات وانتقدنا التطبيع، يعني منطقيين يخرجوا المغاربة يقولوا اش دخلك فينا انت يعني، طبعوا ولا ما طبعوش، وزائد علاقتنا بالجزائر اش دخل تونس فيها، اش دخل المنقلبي يستقبل داك الشكل قدام بن بطوش. وشوفوا تونسي اخرى حتى هي غادي تزيدوا من الشعر بيتا، وتحيه لهاد احرار تونس صراحه. غدوة للتلفزة الوطنية في تونس تعمل تقرير على التطبيع مع المغرب، أوكي هي قريبة من الرئاسة اليوم ومن الناس اللي تحكم كما جرت العادة، ولكن عموما هذيك الباكيج نتاع الصحافة وحرية الرأي والإعلام. بعد الفاصل نرجو نحكيو في علاقة وزيرة الخارجية الجديدة. لا فقط على فيما يتعلق باللي كان يقول فيها محمود، هذه نتاج سياساتنا، على خاطر وقت اللي نستقبلوا رئيس البوليزاريو واحنا ما عندنا حتى منفعه في الموضوع سمو. ونستقبلوه بطريقه رسميه. استنى دقيقه محمود، تقصش علي كي نكمل كي نكمل كل خطا حسيت كذا خلاص تكلم هذه الشيات. نستقبلوه احنا يا ابني علاقتنا كانت دائما طيبه مع المغرب ومع الجزائر، وكانت تونس محايده وكانت عندها سمو. دور دبلوماسي تلعبه. اليوم ولينا الحقيقه في علاقه متشنجه مع الشقيقه المغرب وامضي. فيما يتعلق بالسيادة الوطنية، أكد رئيس الجمهورية على السيادة الوطنية، لكن السيادة الوطنية راهي ماهيش شعارات. السيادة الوطنية وقت اللي سمعتوا هذه السيدة الفاضلة، هذه التونسية المحترمة، كيفاش ردت على هذا الشيات محمود؟ نقولوا محمود الشيات، قالت له أنت وقت تستقبل بالبطوش هنا شنو كتنتظر يعني ردة الفعل؟ السيادة أنت تستقبل بالبطوش ضد بلد اخر تسميه السياده، او هذا في اطار السياده انا نقول ما اريد في البلد ديالي. والسياده شوفوا فلول المنقلبين كيف يقلبون الحق باطلا وهم يعلمون. كيتكلم على السياده، هو استقبل تدخل بطريقه صارخه في شؤون دوله عربيه مسلمه كتشاركوا في اتحاد المغرب العربي، كانت حليفه لتونس لسنوات طويله، ما نذكرش الاخوه التونسي بالتاريخ. دخل في الشؤون الداخلية، استقبل العدو اللدود للمغاربة والمغاربة واحتفى به. يقول لك السيادة، ما احنا ما ندخلوش في السيادة الآخرين. وما تفسر هذا أيها الشيات محمود. ولكن شكرا لهذا التونسي والتونسية الذين سخروا من هذا الحقير التونسي بطبيعة الحال اللي سقط عليه القناع ودارت له الإتيكيت ديال واحد الشيات، واحد طبال، واحد الوصولي كباقي الوصوليين. هذا نقاش بدأ الآن يروج داخل الأوساط التونسية، وأظن بأن المنقلب قيس سعيد راه توا غير مصلحجي قومجي مصلحجي، أكيد بأن ديك الدولة العميقة داخل تونس سترغم على مراجعة المواقف ديالو، خصوصا أن المنقلب راه كيشوف وكيتبع إنجازات المملكة المغربية وكيف المغرب كتضرب دولة العسكر بالكاوليوم. دولة العسكر كتضرب المملكة المغربية كتضرب دولة العسكر في الجزائر بالكاو. شوفوا كيفاش رئيس الصين وما أدراك ما الصين كينزل في المملكة المغربية ويستقبل من ولي العهد مولاي الحسن. شوفوا بأي دلالة لهذاك الاستقبال وهذيك الزيارة، وإن كانت دامت ساعات. لماذا لم يتوقف
رئيس الصين في دولة العسكر. لماذا توقف رئيس الصين في رحلته ذهابا بجزر الكارب إسبانيا وإيابا بالمملكة المغربية؟ أدري عنده أكثر من دلالة وأكثر من قراءة ربطوا هذه الزيارة دي رئيس الصين للمملكة المغربية بسحب الاستثمارات الصينية من داخل دولة العسكر. 36 مليار دولار سحبتها الصين من دولة العسكر، لأن دولة العسكر الناس مجانين كيتعطوا لأقراص ما نعلفهم. خرج داك عرقاب أظن هو وزير الطاقة الجزائري كيقولك بأن تونس بأن الصين غير قادرة على تحمل هذيك نفقات الاستثمار في ذاك القطاع ديال الغاز. واش هذا انسان طبيعي؟ واش كيظن هذا 36 مليار دولار بالنسبه للصين راه شي حاجه؟ ولكن هذا من بين تبريرات الفشل اللي كيضحكوا بها على عقول الجزائريين البسطاء الذين نظام دوله العسكر نجح في تجهيل هذاك الشعب. الشعب الجزائري ربما إلا ودرنا شي إحصائيات ودرنا شي استقراءات للرأي ودرنا شي أبحاث ميدانية غلقوا أجهل شعب في منطقة شمال إفريقيا إن لم يكن في القارة الإفريقية. والله هذا تحدي، وصدقوني أيها الأخوان المتتبعين والمتفاعلين مع هذه القناة، لو درنا شي بحث ميداني غلقوا الشعب الجزائري أجهل شعب موجود في القارة الإفريقية. لأن هذا شي بزاف لا يعقل أن دوك الناس بهذا الشكل وتنطلي عليهم هاد حيال تبون وشنقريحة. وقال لك المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين، ولكن كنشوف أن الجزائريين يلدغون من الجحر ماشي مرة ولا مرات، بل مئات إن لم تكن آلاف المرات، ولا يتعظون ولا يتعلمون، وكأن عندهم ذاكرات السمك. شوف ديك المقابلة الأخيرة ديال المنتخب الجزائري أظن هاد الإقصائي ديال كأس إفريقيا الجولة الأخيرة، شوفوا شوف في نظام غبي. ها مشاو شراو تقريبا واحد 25 ألف علم ديال القبائل، ها ومشاو كيفرقوا على الجزائريين، جمهور جزائري اللي دخل التيران كيقول لك كيعطيو العلم باش مثل المقابله بدي يهزوا ديك الاعلام ديال القبائل ويلتقطوا الصور ويبعثوا بها كرسائل كجواب الى الخارج، خصوصا بطبيعه المغرب. يعني احنا كنقولوا بان القبائليين باغين الاستقلال، باش يقولنا لا القبائليين ما باغينش الاستقلال. شوفوا القبائليين هزين العلم وكيقولوا تحيه للجزائر وكيغنيوا النشيد الوطني. شو على اسلوب، على 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 غباء، على طريقه ساذجه في شي بدائي. هادشي راه من تراكمات الحرب البارده، هادشي سياسات البروباغندا والحزب الواعد. هكذا كانت لغه الاتحاد السوفيتي سابقا وديك الدول الشرقيه، اوروبا الشرقيه وكوبا وفنزويلا، هكا كانوا كيبيعوا الناس الوهم، كيحاولوا يتكلموا مع الاشياء غير موجوده في الواقع. كينساو انه بان راه ما بقاش الاعلام محتكر في جهه واحده. الناس كتشوف ما يحدث في القبائل وما يعانوه القبائليون، كيشوفوا بان القبائليين باغين التحرر، وكيعرفوا بان القبائليين مختلفين عن بقيه الجزائر، وكيعرفوا الناس بان راه عندهم رئيس، عندهم حكومه، عندهم علام، عندهم باسبور، عندهم عمله، عندهم تأييد دولي، رئيس ديالهم مستقبله في برلمانات دوليه في كندا، واعلن عن قيام الدوله في 20 افريل من هذه السنه في نيويورك، وزيد وزيد، وكيديروا مظاهرات داخل فرنسا، داخل الدول الاوروبيه، حركه معروفه موجوده، حركه تحرريه كتطالب باستقلال القبائل. سمعي زيد ذوك الاعلام كتفرقهم على الجزائريين والتقط الصور، صافي راه علاش؟ وهذا ماذا يعني؟ هذا رده الفعل كتعني بان نظام دوله العسكر بقى كيدخل مع الصاد. نظام دوله العسكر بدا كيدخل معاه الصاد، بدا كيحس بالحراره. الكلام اللي كان كينكرو منذ سنوات ولا كيشار اليوم بانه حقيقه وواقع. راه تبون شقريحه راه كيحطوا الراس على بعضهم وكيقولوا شقريحه سعيد، دابا تبون كيقولوا سعيد عندك القضيه تولي بالصح، راه اش بان لك سعيد؟ كيقول عبد المجيد مجيدو، راه كلشي ممكن، راه الجزائر ممكن تقسم، خصنا نفكروا شنو نديروا، راه وحلنا واحد الوحله، وحلنا واحد الوحله جا ما خرجنا منها. الجزائر مؤهله وموضوعه هذه على الاجنده انها ستتحول الى اربع دويلات. هناك
الأزواد، هناك الجزائر العاصمة وما يحيط بها وهذه الجزائر الأصلية، هناك القبائل وهناك الجنوب، الأمور باينة مرسومة معروفة، احنا كنعرفوا الجزائر أصلا، الجزائر أصلا الجغرافية ديالها ماشي أكثر من 320 ألف كيلومتر، الجزائر اللي كانت أيام الأيالة وما تبقى راه تم اقتطاعه من دول الجوار بما فيه المملكة المغربية اللي سرقات منها الصحراء الشرقية، وهذا الشيء راه موثق في الأرشيف الفرنسي وتحدثوا على مؤرخين أهمهم بن يمين سطورة تكلم عليها وتكلم على هذا الأمر أيضا الجزائري الفرنسي الكاتب المشهور بوعلام صنصال، هذا غادي نجريه الآن وغادي نسمعوا أهم المقاطع. فبطبيعة الحال الصين راهي ماضية أيضا في طريق الاعتراف بالمملكة المغربية باعتراف بمغربية الصحراء وفتح قنصلية الأقليم الجنوبي للمملكة المغربية، كل مؤشرات غادا في هذا الاتجاه، ونظام المنقلب قيس سعيد راه كيتبع وكيشوف نجاحات المملكة المغربية وإخفاقات نظام دولة العسكر، ربما المنقلب تاق لأن المنقلب قيس سعيد قومجي، قومجي يؤمن بديك الخرافات وباقي عايش مسكين في أيام جمال عبد الناصر وبشير عفلاق وديك التيارات القومية العربية والبعث وربما تأثر بدك ربما قرأ ذلك رواية حيدر وكيسمع أحمد ماطار ربما متأثر بقصائد محمود درويش وكيسمع أغاني مارسيل خارج ذلك شيء كله اللي احنا مرينا منه كشباب ولكن رأى الإنسان مرور الوقت رأى يتطور وكل زمن عنده يعني القراءة دياله اللغة دياله ولكن يبقى حبيس القرن 19 قد نقوله بهذا التوصيف فربما تاق بتبون وشنقريحة وشعارات الحرب الباردة، ولكن اليوم راه بدأ يستفيق شيئا فشيئا عن الصدمات والدكمات واللكمات اللي كيتلقاهم نظام دولة العسكر، وأكيد من غيضيق الدائرة على المنقلب قيس سعيد وحليفته دولة العسكر بالدرجة الأولى راه غادي يقول يا روح ما بعدك روح وسيقفز من قارب شقريحة وتبون الغارق. وعلاش كنقول يعني قارب تبون شقريحة الغارق؟ لأن فعلا هذا القارب بدأ يغرق ومؤشرات الغرق بدأت صراحة في الظهور. غنجيو الآن لموضوع اللي كان أعتبره صراحة موضوع اللي درتوه على هاد الصورة ديال هاد المباشر، ما مصير بوعلام صنصال. بوعلام صنصال هذا كاتب جزائري فرنسي، السن ديالو 75 سنة، عنده عشرات الروايات ترجمت إلى لغات مختلفة. السيد كيجلس مع ماكرون، السيد نقولوا بأنه كيأتد المشهد الثقافي وحتى السياسي الفرنسي، عنده مواقف احنا لا نتفق معه فيها، عنده مواقف شوية مثيرة للجدال حول الإسلام، وكتعرفوا هاد الخاصية ديال دعم بعض المفكرين بين قوسين أو الكتاب والتلميع ديالهم في المجتمعات الأوروبية كتمر دائما عن طريق قنطرت انتقاد الإسلام وجلد هذا الدين الإسلامي. هذا موضوع آخر ما غاديش نتكلم عليه، أنا ماشي الموضوع ديالنا أن نقيم هذا الشخص بشكل عام، ولكن نقدر نعتبره من المفكرين أو من الكتاب المهاجرين اللي كتبوا باللغة الفرنسية. كنت كان واحد الكاتب صراحة والله ما جاني الاسم ديالو، وإن كان عندي أنا واحد الرأي في من يكتب بلغة ليست لغته الأم، واحد الكاتب فرنسي قال واحد المقولة شهيرة: ماذا سيضير الأدب الفرنسي إذا ألقى بكل ما كتبه الأجانب باللغة الفرنسية إلى البحر؟ بمعنى آخر الشيء اللي كيكتبوا صنصال ولا كيكتبوا الطاهر بن جلون ولا غيرهم ولا أسياد جبار ولا يعني أدب ديال الدرجة الثانية ولا الثالثة، ولا يعتمد كمرجعية أدبية في هذيك الشعوب الغربية. وهذا الأمر ماشي
ينسحب على فرنسا حتى على ألمانيا. أنا كعشت أنا هاد التجربة، أجنبي كتب اللغة الألمانية تتعيا كتبقى أجنبي وهكذا. وربما هاد الشيء عنده أسباب ديالو، ظروف ديالو ما يمكنش نتكلم عليها الآن لأن تخرجنا على الموضوع. على أي حال، احنا ماشي في معرض تقييم هذا الرجل بشكل عمل مهم، انه كاتب معروف كيحضر في لي بلاتو في النقاشات في الحيرة وارات وجه معروف. مشى زار الجزائر مؤخرا يوم 16 افريل 16 نوفمبر هذا الشهر هذا، وتم اختطافه من السيارة ديالو وهو خرج من المطار، خد تاكسي وتم إنزاله وقالوا له جي معنا راك انت مطالب، ولا وقطع كل اتصال بالعائلة ديالو منذ 16 نوفمبر. السيد مفقود غير معروف، غير معروف الوجهة. نظام دولة العسكر بطبيعة الحال في ظل العلاقات المتوترة مع فرنسا وظل اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء بطبيعة الحال غيبيين بأننا رحنا هنا، وربما تبون راه كيسمع التليفون كيقول تر تر يقول هذا ماكرون كيتصل. ربما بغى تبون باعتقال هذا الجزائري الفرنسي المعروف اللي اوصت كثير الضمت مع داخل فرنسا، سياسيون بارزون اعلام كتب عليه الكل يطالب باطلاق سراحه، فتبون ربما كينتظر ان ماكرون يتصل به، ها لان باش تبون يبدا يبكي عليه. ها دابا تبون راه كيسمع التليفون تردر كيظن بان الاليزي كيسول وينتظرون التدخل ووساطة من الاليزي من اجل اطلاق سراح هذا الكاتب الجزائري السبعيني 75 سنه على ما اظن السن ديال النظام دوله العسكر، ما كيراعي لا السن لا اعراض لا اخلاق لا ظروف صحيه، ما كاينش كنظام الالحاد والمرحدين كعرفوا الله لا عبدوا هذا ما عندهم تنشي وازع ديني. اختطفوا الرجل والاختطاف غادي يكون عنده صراحة واحد سبب وجيه، سبب وجيه اللي الكثيرون صراحة اتفقوا عليه، وهو أن الرجل قال الحقيقة، والحقيقة جات من جزائري ما جاتش من شي حد ماشي جزائري. لو كان مغربي يقولك عياشي مخزني، إلا كان من تونسي أو من أي دولة عربية يقولك هذا شاريه المخزن، ولكن هذا الجزائري مفكر فرنسي عنده دور ديالو في فرنسا، كاتب عنده مصداقية عنده جمهور كلامه يوزان. الأمر يختلف، راه ضربة في مقتل للنظام دولة العسكر. أجي نسمعوا ماذا قال هذا الجزائري بوعلم صلصال في واحد الحوار تلفزيوني قبل أكثر من شهر. سمعوا الكلام الذي زلزل نظام دولة العسكر، وكان كلام فيه نصرة لما كنا نقوله دائما، وكان فيه أيضا دحض لادعاءات نظام دولة العسكر وفولون نظام دولة العسكر. وهادشي كيذكرني دائما الإخوة الأخوات بأن المغرب بلد حماه الله، بلد ديال الشرفة، بلد ديال حفاظ القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى ييسر للمغرب من يدافع عنه. هناك جنود الله سبحانه وتعالى لا تدري من أي صوب ولا من أي حلب يأتون. سمعوا شنو غادي يقول هذا السيد، وهذا القول عبرة، وهذا فهموا بأن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. سمعوا ماذا سيقول هذا الفرنسي، هذا الجزائري في معرض هذا الحوار غيكون بالفرنسي، وغنحاول نخليكم أهم المضمون. سمعوا مثلا كيف ما في قضية لحظة، هناك واحد خطأ في الفيديو الآن. C'est une longue histoire. Le Maroc, il faut le savoir, c'est le pays le plus ancien dans le monde. Le Maroc existe depuis 12 siècles. Alors, la France existe depuis 1000 ans.
دونك il existait سمعوا ماذا قال هذا المفكر الجزائري عن المغرب وكانه كيجاوب فلو النظام دورة العسكر كيخرجوا لنا بعد فلو النظام دورة العسكر لغبائهم ولجهلهم المركب ولانهم مدمنين على تناول حبوب منع الفهم كيقول لك ما كاين شي حاجه سميتها المملكه المغربيه قبل 1956 وقال شوف شوف على هذا الرجل قال لي الصحفي الفرنسي على قناه فرنسيه كيتابعوا الفرنسيون المره المغرب اقدم من فرنسا المغرب 1200 سنه هو موجود بينما فرنسا 1000 سنه وفينكم فولوا النظام دوره العسكر ما كنقول لكم راكم دوره تاسست سنه 1962 لا علاقة لكم بالدول ثم دولة تم التجميع ديالها بحال شي سيارة كدير كتعرفوا المغرب الان كيصنع السيارات قبل مرحلة صناعة السيارات كان كيدير سيارة صناعة تجميع السيارات قطع الغيار هكذا دولة العسكر دولة نتجت من مصانع تجميع من خلالها كنولينا كنشوفوا هذه النسخة ديال دورة العسكر اليوم اللي هي نتاج اقتطاع من أراضي دول الجوار مالي من تونس من المغرب من ليبيا هو جزائري كيقول الحقيقة سمعوا هذا الجزائري اللي غادي يزيد يقصف كل ديك النظرية وديك الدعاية ديال إعلام نظام دورة العسكر صراحة هذا الرجل هذا راه كلامه خصو يتكتب بماء من الذهب اسمعوا اسمعوا وتمتعوا dans la forme actuelle donc sultan donc c'est un vieil état c'est un vieil هو اكدها في شكل المغرب الحالي يعني انا ماشي كي كيقولوا فلو كنا احنا انا النوميديا وما عجبك التخربيق اللي كيعاودوا عليه النوميديا زعما راه كيقلبوا لهم على جذور حش واحد ما عندوش با ما عندوش مو مجهول النسب كيبدا يقلب له على شي نسب فما شاف شي واحد كيقول له هذا هو با هذه هي دوره العسكر كتبحث على يعني مجهوله النسب دوره العسكر مجهوله النسب وتحاول ان تخترع لها نسبا هذا جزائري كيقول بان المغرب عمره 1200 سنه وفهاد الشكل اللي كنشوفوه اليوم يعني هذا النظام الملكي اللي كنعيشوه اليوم État qui a toujours été très puissant, puis il a colonisé toute l'Afrique du Nord, jusque quasiment jusqu'à l'Égypte, et il a colonisé l'Espagne. Et là, c'était un État, un empire, jusqu'au Sénégal. Ok, tu parles de la دولة المغربية كانت دولة قوية, يعني كانت يعني تشمل إسبانيا ووصلت إلى حدود السنغال. ومنطقة اللي كنعرفوها كاملة وإلى مصر الحدود المصرية وبطبيعة الحال جزء كبير مما يعرف من الجزائر اليوم راه كان مغربي وأنا في إشارة للصحراء الشرقية وبطبيعة الحال موريتانيا très très puissant et bon et puis il y a eu l'effondrement de tout le monde musulman à partir de l'invasion des Mongols en 1280, et puis l'effondrement, l'éclatement de l'Empire, un petit royaume, pas si par là, et puis la colonisation. بطبيعة الحال أنا غادي نتكلم على مراحل تاريخية, يعني الفترة ديال انهيار الدولة الإسلامية وذاك الغزو ديال المغول وان العالم الاسلامي تحول الى دول قطريه الى اخره وغادي يجي دابا المهم ها سيدي يتكلم على واحد التدرج وتسلسل تاريخي كيفاش كانت الدوله المغربيه لا فرنسا لا با كولوني المغرب pourquoi mais parce que c'est un grand état c'est facile de coloniser شوف الكلام كلام موزون جمل قصيره ولكن عندها مدلول قوي وقوي جدا ها شوف فرنسا لم تستعمر المغرب لان المغرب كان دوله موجوده ما يمكنش تستعمر المغرب ملي كنتكلموا على الحمايه شوف دوره العسكر راه ماشي استعمار راه كاين الاستيطان راه فرنسا كانت كتعتبر دوله العسكر فرنسا الافريقيه يعني ما كاينش شي حاجه يعني شي حاجه خلاء الخلاء
الجزائر كانت الخلا، الخلا والقفار والاشجار والحجار، صح. لهذا دخلوا لها وبداو كيأسوا فيها وقالوا هذه بلادنا الفرنسيين، وبداو كيبنيو فيها وكيعمروا فيها وكيسرقوا، كيوسعوا فيها وكينميو فيها العلا ديالهم، لان فعلا هاد الجزائري تبقى على هذيك المقوله ديال الصهاينه، ارض بلا شعب لشعب بلا ارض، ولكن الفرنسيين كان عندهم ديجا ارض، غير باغيين يزيدوا ارض اخرى عندهم، بينما المغرب ما يمكنش تستعمروا، لان كلمه الاستعمار هو طلب الاعمار، السين والتاء في اللغه العربيه للطلب، وان كانت كلمه الاستعمار انا ما كنشوفهاش، لان المحتل عمر ما كان يعمر لصالح اهل البلد، وانما كان كيعمر المصالح ديالو. فلان بلاد الجزائر كانت خلا وقفار، الجزائر فرنسا استعمرتها، بينما المغرب كان هناك دولة قائمة الأركان، ما قدرتش فرنسا استعمرها، لأنه ما يمكنش واحد اللي كان إذا كان عامر ما يمكنش تزيد تكب عليه، خصك تخويه، خص يكون خاوي باش تعمره. الجزائر كانت خاوية، فرنسا ساهل على أمر أن تملأ الجزائر بما تريد، بينما المغرب ما قداتش. سمعوا سمعوا هذا الجزائري وتعرفوا علاش تم اختطافه. دي تخيك يا با ديستوار، مي كون جا ان ايتا سي تري ديفيسيل. Si la, par exemple, si l'Allemagne avait voulu coloniser la France, ben, il n'y serait jamais arrivé, parce que c'est un vieux pays. C'était assez, يعني كلامه ضرر. Est-ce que tu as le كلام ديال هاد بوعلام صصال؟ يجب أن يكتب بماء الذهب ويدار في عرائض وفي أوراق ويتم توزيعه على الجزائريين، خليهم يحفظوه، يحفظوه ويقرأوا ويحلوه ويديروه مواضيع ديال دراسات عليا، ويدرسوه في المدارس وفي الكتاتيب القرآنية. إذا كان هناك كتاتيب قرآنية في الجزائر، خص يوعيوا الجزائر بالحقيقة، هذا جزائري منكم أيها الجزائريون، يصححوا أخطاءكم ويحاربوا جهلكم وينقذكم من بروباغاندا نظام دولة العسكر. راك يقولك صعيب أنك تستعمر دولة قائمة وقارن ما حدث لفرنسا مع ألمانيا، فألمانيا ما قدراش تستعمر في أيام هتلر فرنسا، علاش؟ لأن فرنسا كانت دولة، كانت شي حاجة موجودة، ما كانش الخلا والقفار. وهكذا المغرب constitué c'est pas possible, on peut l'occuper momentanément mais pas le coloniser, c'est-à-dire lui enlever sa culture en mettre de rechange, c'est impossible. Et puis je crois que à l'époque les dirigeants français ont été sages en disant le pays existe, on peut pas, il y a ses institutions, il y a depuis toujours, mais c'est Liotte qui et alors tous les problèmes viennent d'une décision prise par le gouvernement français. C'est que quand la France a colonisé l'Algérie, toute la partie ouest de l'Algérie faisait partie du Maroc. Tlemcen, Oran, et même jusqu'à Mascarat. Allah yardalik. La fudda fouk, ya Bouhlam Sassal. La fudda fouk. La fudda fouk, ya akhi. فعلا هذا رجل يستحق الاحترام والتقدير والتكريم، والتكريم هذا رجل يجب أن يكرم. المشكلة خلقته فرنسا، وقالها بصريح العبارة أن الصحراء الشرقية أراضي مغربية، سرقها نظام الإلحاد والملحدين الملاعين بخروبة ومن والاه ومن والاه، وهران وتلمسان مغنية وتندوف أراضي مغربية محتلة. وهذا هو السبب الحقيقي علاش نظام دورة العسكر، وكيف قال بوخروبة، بغى يدير المغرب حجرة في الصباط، بغى يلهي المغرب بمشكل داخلي كي لا يطلب المغرب استرجاع أراضيه اللي خدتها فرنسا من المغرب عقابا لمحمد الخامس رحمة الله عليه. هذا الرجل الطيب المحترم اللي كانت ايضا البطانه ديالو من الناس الطيبين المحترمين المتدينين، اللي كان السياسه ديالهم حكومه بالوازه الديني، وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، كلهم الان في ذمه الله، وكل
يتحمل وزر ما قام به. مخربة الظالم الملحد كيف تحايل وخدع محمد الخامس رحمة الله عليه والحسن الثاني فيما بعد. محمد الخامس رحمة الله عليه تقف الجزائريين ورفض أن يبيع الجزائر أو يساوم في استقلال الجزائر، ولكن صراحة كاين شي قرارات لست أدري يعني هي من ناحية الشرعية كتشوف قرارات صحيحة، ولكن من ناحية السياسية لم تكن أبدا صحيحة. محمد الخامس آنذاك لو خاد قرار أنه يتفق مع فرنسا وخذ الأراضي ديالو ويذهب الآخرون للجحيم، لو دار ديك سياسة المغرب أولا كنا ما عندناش هاد المشاكل اليوم، لما كان عندنا مشكل ديال الصحراء المغربية ولا فقدنا الصحراء الشرقية كان يكون وضع المملكة المغربية شيء آخر. ولكن لأن محمد الخامس تق في نظام الإلحاد، نظام ولاد الحرام الذين لا يؤمنون لا بالله ولا بنبيه ولا بكتبه، النتيجة اليوم سرق لك أرض ديالك ويطمع في المزيد، ماشي سرقوا الصحراء الشرقية واكتفوا، لا بغوا ياخذوا الصحراء الغربية أيضا. ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. ربما سياسة العاهل المغربي محمد السادس حفظه الله سياسات كان يجب أن يتخذها المغرب منذ زمن، سياسة تجفيف منابع نظام دولة العسكر، تقزيم نظام دولة العسكر. وأنا أدعو في هذا المنبر الدبلوماسية المغربية إذا كانت لكم من إمكانية أو وسيلة يمكن بها القضاء على هذا نظام دولة العسكر فلا تتردد أيها المغرب، ولا تتردد محمد السادس، فكل المغاربة إلى جانبك. لا عندك شيء إمكانية أو تحالف يؤدي إلى إسقاط نظام دولة العسكر، ما كينش المفاوضة، ما كينش الجلوس إلى طاولة الحوار، ما كينش إعادة تطبيع العلاقات، ما كينش حوار مع هذا النظام الغدار المجرم من 50 سنة. الحل الوحيد والآمن والذي سيضمن سلام المنطقة ورقي وازدهار شعوب المنطقة هو إسقاط نظام دولة العسكر. هذا نظام مجرم دموي، ما بقاش عنده مصداقية، ما يمكنش تبني معه المستقبل. بناء المستقبل يبدأ بالتخلص من هذا النظام العسكري المجرم، بالتخلص من تبون وشنقريحة. غير ذلك لا يجد أنا شخصيا أي أمل، ما يكينش الأمل في هذوك 50 عام ديال المجرمين ديال اللصوص. شو ما دفعوا بمغرب، شو الجزائري هذا كيقول الكلام اللي قلنا احنا أكثر من مرة، هذا الجزائري يقول الحقيقة، جزائري أنطقه الله سبحانه وتعالى بالحقيقة. هذا الجزائري شنو شاري المخزن، شاري العياشة، عطينه فلوس سيستوزر دحنا في المغرب. هذا الجزائري عايش في فرنسا 75 عام، عنده به خير عليه، مرتاح ماديا، كاتب ما عنده لا نقاء ولا جمال فيما يحدث، عنده الموضوعية الفكرية، قال الحقيقة. سمعوا ماذا فرنسا سرقات الصحراء الشرقية وهي متسببة فيما يحدث اليوم في شمال إفريقيا من نزيف. toute cette région faisait partie du royaume. Bon, la France s'installe, colonise l'Algérie, elle s'installe également au Maroc comme protectorat, et elle a décidé, comme ça, arbitrairement, de rattacher tout l'ouest de l'Algérie, du Maroc, enfin, tout ce qui est l'est du Maroc, elle a pris. Elle a tracé une frontière comme ça. سمعتي ماذا قال؟ فرنسا هي المسؤولة عن اقتطاع أراضي مغربية وضمها إلى الجزائر، هكا عقابا للمغرب، لأن محمد الخامس ما بغاش يتفاهم معهم، ما بغاش يوقف دعم المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين. أنا كنذكروا محمد الخامس ماذا قال، داك الخطاب الشهير ديالو في الامم المتحده كيدافع على الجزائر، شفنا كيفاش ان السلاح كان كيجي عن طريق الدار البيضاء وكيتعطى للثوار الجزائريين،
المغرب كان قاعدة خلفية لمعرف بجيش الحدود كيدعمهم مغاربة بالمال بالفلوس لم يتوقف محمد الخامس عن دعم المقاومة الجزائرية لأن واحد شخص كان مؤمن كان متدين محمد الخامس راه كنعرفوه جميعا وفي ديك الفترة راه كانت فرنسا عقبته بغات تخلعوا من الحكم وشابوا داك بن عرفة وصفتوا المنفى لمدغشقر نوفي هذا الملك وكتعرفوا الاحداث اللي عقبت المنفى ديالو وهادشي كله لانه رفض المساومه على استقلال الجزائر والجزائريين واتفقوا عطى الكلمه لعباس فرحات ولكن هيهات ثم هيهات نظام الملاحده شياطين الانس قالوا لي تسنى لحسوا كلامهم لمجرد ما وهذا ربما اللي كان من الاسباب اللي خلى حرب الرمال 63 تندلع وحنا كنعرفوا كيف انتهت ديك الحرب واتبعت ما حدث الى يومنا هذا. سمو هذا السيد هذا le Maroc, un État, tout ça, il n'a pas le pouvoir de, à cette époque-là, la France était une grande puissance militaire. Et là, il ne pouvait pas faire autrement. Lorsque les Algériens, en 1954 et même un peu avant, commençaient à militer pour l'indépendance et tout ça, quand la guerre de libération a démarré donc en novembre 1954, les activistes algériens ont pris contact avec le roi du Maroc pour les héberger, les aider. شوف هذا كيقول بعض الجزائريين الخضارين المكارين والنكارين للخير سنة 1954 جزائريين المقاومين جد طلبوا الدعم ديال المغرب ديال محمد الخامس 54 ذاك الثورة اللي قاموا بها 62 بدعم من المغرب ولو لم يكن المغرب لما تحررت الجزائر وما خسر المغرب صحراءه الشرقية ولما نظام دورة العسكر نظام ملاحدة جزا المغاربة والدعم ديالهم بخلق البوريزاريو واستنزاف أموال المغاربة لأزيد من 50 سنة ما نتكلمش على الضحايا ديال المغاربة والمغربيات رحمهم الله بسبب هذا النظام العسكري 54 هذا ويخرج لك واحد الجاهل جزائري أمي خارج من بيت الثالث ويقول لك راه حنا المغرب ما عطانا والو المغرب لم يمدنا بشيء كي يمسح التاريخ بجرة قلم في لحظة هذا جزائري كلامه موزون السيد عنده تاريخ واطلاع راه كيتكلم وكيأكد بالحرف ما كنا نقوله في هذه القناة وما قيل في قنوات أخرى وما بين منابر أخرى. automatiquement, financièrement, et puis leur permettre de créer des bases militaires où on s'entraîne. Il leur a dit OK, mais à une condition. Moi, je vous aide sur tous les plans. Mais à l'indépendance, vous me restituez le territoire qui a été pris par la France. شوف الجزائريين قالوا نعم قالوا نعم لذاك الاتفاق اللي وذاك الاقتراح اللي عرضوا عليهم محمد الخامس رحمة الله عليهم كانوا غندعكم بالمال وبالسلاح وبالدبلوماسية مقابل ردوا لي الأرض ديالي اللي خدت مني فرنسا انتما خوتي عرب مسلمين أمازيغ بحالي بحالكم شوف الوزيع الديني ديال محمد الخامس رحمة الله عليه نحلوا مشاكلنا بيناتنا احنا المسلمين ما ندخلوش البراني بدي يبيعوا شري فينا شو على رؤية كان عن محمد الخامس رحمة الله عليه والغدارين المكارين قالوا لي نعم أرى السلاح أرى المال عرض بلادك للخطر محمد الخامس بيع بلادك باش نعيشوا احنا وباش نتمتعوا احنا وباش نتوسعوا احنا وهكذا كان ضحكوا بهذا المعنى هذا على محمد الخامس خدعوا الرجل الطيب المؤمن الورع خدعوه خدوا السلاح استعملوا الأرض المغربية كقاعدة خلفية استعملوا الشعب المغربي كداعم وكحماية بشرية المغاربة كانوا مساكن يجمعوا لهم الفلوس يعطيهم السلاح بل أكثر من ذلك المغاربة مساكن مشوا كيحاربوا إلى جانبهم اختلط الدم المغربي بالجزائري وهالنتيجة وهالمعروف وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان يعني نظام دولة العسكر الملحد يا عدو الإسلام والمسلمين
أيها النظام الصهيوني رقم واحد، نظام دولة العسكر نظام صهيوني بامتياز، لأن من المستفيد من تقسيم وتجزئة الوطن العربي هو نظام الصهاينة. إذا كان من صهيوني حقيقي راه هو شنقريحة وتبون، شنقريحة وتبون. شوفوا اسم شنقريحة الشين، تأملوا في هذه المصادفات العجيبة الغريبة. أي شيء في اللغة العربية يعني شائن كيبدأ بالشين، الشر كيبدأ بالشين، الشؤم كيبدأ بالشين، الشيطان كيبدأ بالشين، شارون كيبدأ بالشين. أنا شارون وما أدرك ما شارون في المذكرة والمخيلة دي العرب والفلسطينيين والمسلمين كيبدأ بالشين. شوف هذه الشنقريحة قواسمه المشتركة مع الشؤم والشر والشرار والشيطان وشارون إلى آخره. نعطيكم أمثلة ما غاديش نساليو، هادو هما الصهيونين رقم واحد، تبون وشنقريحة. شوف الأسماء ديالهم أقبح الأسماء، شوف الأسماء ديالهم تدل على شخصياتهم. يا الرسول عليه أفضل الصلاة كان دائما يحط على أن نختار لأطفالنا لأبناء أحسن الأسماء، لأن الاسم راه يحاكي شخصية الإنسان، راه الاسم راه عنده تأثيرات على سلوك الإنسان. شوف تبون وشنقريحة أخبط وأبشع الأسماء اللي ممكن يسمى بها أي بشر على وجه الأرض على أي حال. هذا الرجل أكد، هذا معلم صلصال أكد بما لا يدع مجال الشك بأن الرواية المغربية هي الصادقة، بين رواية نظام دولة العسكر رواية كاذبة. ولأن غالبية الشعب الجزائري للأسف من الجهلة ما كيستوعبوش، ما كيفهموش، ما عندوش قدرة على الفهم أو القراءة، حتى لو قرأوا مستحيل يفهموا داكشي اللي كيفهموا الناس، ديما كيفهموا حوايج أخرى لا علاقة لها بالواقع. اسمعوا هذا الرجل، قربنا نسالي مع التسجيل الصوتي ديالو لأنه غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. Entre-temps, l'Algérie est devenue pays communiste, derrière il y a Moscou, les Russes, on est bouffés tout, mais on est prêt à vous aider. Le Maroc s'est rallié à la France et aux Américains, c'est un pro-américain, c'est votre ennemi. Et donc du coup, voilà. Nous sommes en 1962, au moment d'indépendance. Que fait le Maroc ? وجاء استقلال الجزائر بعد تضحيات المغرب والمغاربة. ها؟ جاء الاستقلال، شوفوا نظام دورة العسكر. دولة الملاحدة، ها؟ مشاو عند الحزب، مشاو الحلف وارسو، مشاو الاتحاد السوفيتي، مشاو اعتنقوا النظام الشيوعي الملحد، لأنه ملاحدة، ها؟ المغرب بقى على طريق ديالو، بقى مع فرنسا، مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع المعسكر الشرقي. المغرب ما جمعوش معتقد مع هذه الدول، وإن جمعته معهم المصلحة اللي كانت قبل ذلك. بينما هذا النظام الإلحاد والشيوعيين أمشاوا الجهة التحولات السوفيتي لأن عقيدتهم هي عقيدة الإلحاد اللي كانت كتأمن بها الشيوعية. اسمعوا ماذا سيحدث. بصور العمي رانتر الجيري pour reprendre ses territoires. Et donc il y a eu guerre pendant une année, des batailles incroyables, enfin c'est Gaza avec Israël. خطير هذا التعبير، هذا خطير وخطير جدا، خطير وخطير جدا، ويصف فعلا الحقيقة بواحد الأوصاف ما كنا صراحة نتجرأ على قولها، لأن بقى واحد الإحساس كيجمعنا بالإخوة الجزائريين. من بعد ما خد الجزائر استقرار وانضمت المعسكر الشرقي الشيوعي للاتحاد السوفيتي، المغرب طبعا طلب الجزائر أن تفي بوعودها، طلب جزائريين وذاكشي اللي اتفقتوا معنا به وحان وقت تنفيذه. نظام الملاحدة الحس كلامه لا عهود ولا مواثيق له، طبعا الحامي كتكون عندهم عهود ومواثيق لأنهم لا يؤمنون بما نؤمن به. وجد ديك حرب ديال الرمال 23، وشوف كيف وصفها بوعلام صلصال، حرب إسرائيل مع غزة، حرب الاحتلال،
اعتبر دولة الصهاينة دولة تبون مشكلة وصفها بإسرائيل. احتلت أراضي مغربية الصحراء الشرقية ليوصفها شبهها بغزة. شوف شوف على توصيف السيد، ما لا تنطلع لحكاية تبون ولا يومية شنقريحة ولا ديك خرجات وشطحات ندام دورة العسكر. القضية الفلسطينية ندعمها ظالمة أو مظلومة وطوطوط، وكيتحكوا على ديك ضعاف العقول من الجزائريين. هاي حركة المقاومة أيها الجزائريون، تم طردها من قطر، علاش ما تستقبلوهاش؟ صافي شرق الفم سالة، هدرة والشعار ما كيجي المعقول. تختفون في جحوركم، ولا كنتو كتأمنوا فعلا بحرية الشعوب وتقرير المصير وتشي عندنا في الدستور وتاطيطو هذيك الكلام اللي كيقولوا تبون صباحا مساء وشقريحة؟ وما رأيكم في شعب تايوان؟ هاي دولة تايوان كتطلب استقلال هذه سنوات، علاش ما تدعموش تايوان ضد الصين؟ لكن كتخافوا من الصين، خايفة درسكم يا نظام دولة العسكرية والنظام الجبان، نظام جبان وغدار ومكار. لهذا أقول للمغرب والمغاربة خصوصا الدبلوماسية المغربية، والله لا حل، لا حل لقضية الصحراء المغربية إلا بإسقاط نظام دولة العسكر، وإن كانت من وسائل فاجتهدوا أيها المغاربة خصوصا الدبلوماسيون. ويا محمد السادس نحن معك وخلفك وإلى جانبك في طريق إسقاط نظام دولة العسكر. الجزائريين خصو يحكموهم مدنيين منتخبون بشكل شرعي. نظام دولة العسكر القضاء عليه هو البداية الحقيقية لعودة الأمن والرخاء والازدهار في منطقة الشمال. ما عدا ذلك ما كاين حتى شي حل، هذا نظام غدار والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. محمد السادس حفظه الله تعلم مما حدث لجده محمد الخامس رحمة الله عليه، وكيقولها بلسان حاله، يقول لنظام دولة العسكر: المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين يا نظام الملاحدة، غدرتونا غدرتوا جدي محمد الخامس فلن تغدرونني أبدا. وهذا الشيء اللي كيفسر السياسة ديال محمد السادس حفظه الله، اللي كتربي نظام دولة العسكر، تعيد تأهيل نظام دولة العسكر اللي مرغت أنف نظام دولة العسكر في التراب اليوم، في التراب. سمعوا بقاو مع هاد أبو علام، قربنا نساليو المقطع الأخير اللي غادي يكون فعلا غادي نخص كل شيء صراحة. وبعد كلام سلسل أبو علام ليس هناك من كلام آخر قد يقال. Et puis finalement, la raison finit par l'emporter. Les médiations internationales ont fait que, bon, allez, on a retracé un peu les choses. Et puis, mais avec toujours cette méfiance, c'est puis cette haine, ils nous avaient promis. Ils nous ont promis qu'à l'indépendance, ils nous restitueraient les terres que la France nous avait volées. Et là, ils nous ont menti. Le régime algérien est un régime militaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le Polisario. سمعتوا من بعد ما المغرب طلب بإعادة ترسيم الحدود بعد حرب الرمال وطلب بالنظام دولة العسكر بالوفاء بالوعود ديال اش غيدير نظام دولة العسكر؟ غادي يبغي يدير حجر المغرب في الصباط كيدار كما أعلن بوخروبه، واخترعوا وخلقوا البوليزاريو. هذا جزائري كيقولها، وكوك الحق، وكوك الحق. واش كاين شي جزائري مازال عنده السنطحة يطلع يقول شي حاجة أخرى؟ وإن لم تستحيوا فقولوا ما شئتم، والله العظيم إن لم تستحيوا فقولوا ما شئتم. هذا جزائري، هذا ما عياشي، ما مروكي، ما طالياني، ما صبليوني، ما صهيوني، ما واش غديروا لهاد السيد دابا؟ اش من خنافين، اش من جلابة غتلبسوا ليه؟ اش من تهمة مسكين وجدتوها ليه؟ البوليزاريو صنع نظام العسكر، هو كيقولها، وهذا الشيء قلنا حتى حنا. البوليزاريو صنع نظام، فين كانت البوليزاريو؟ فين كان الشعب الصحراوي؟ فين كانت شي حاجة سميتها الجمهورية الصحراوية؟ وقول لنا غير شي رئيس قبل ما تصنع الجزائر البوليزاريو، شي رئيس، شي عملة كانت عندهم، شي حدود، شي فتوحات، شي إنجازات، شي حاجة، والو، كاين حتى حاجة. بحال الجزائر خلا، كانت خلا وقيفار، بينما المغرب أكد بأن كاين هناك بيعة، وهذا الشيء بقرار من محكمة الهيئة الدولية. هذا الكلام قلناه وأعدنا التأكيد عليه، وهذا الخطاب هذا
اعيا النظام الملكي المغربي مع هاد المكلخين ديال العسكر، راه ما كاين فعلا وثائق لا حجه لا نقاش لا لا حوار، كاين فهمهم غير العصا والزروطه، وهذه اللي غادي بها المغرب اليوم، وهي اللي ادت يعني حققت نتائج مبهره. سياسه الزروطه مع نظام دوله العسكر وراه في 3 سنوات وحقق فيها المغرب يعني انجازات مبهره لم يحققها في 45 سنه قبل ذلك ديال الحوار وحسن الجوار، وحنا غاديين عندهم وهم جايين عندنا، واتصالات 45 عام ديال الهضره ونظام دوله العسكر كيدوخنا كيضيع لنا الوقت، ضيعنا 45 عام من التنميه. ها ولكن من غيرنا الاسلوب مع نظام دوله العسكر ولا كنتعاملوا معاه بالزروطه، راه شتي دابا النتائج بخير، شحال ديال الدول اعترفات، نظام دوله العسكر اصبح مقزام ولا مهمش معزول. كتذكروا داك الكولونيل مايغا هذا في الامم المتحده اللي اعتبر الدبلوماسيين الجزائريين بالحوتاله، عطاف وعمار بن جامع قال لهم الحوتاله في الامم المتحده حوتاله الدبلوماسيه فضيحه ومصيبه كحلامه، ما عندهمش الوجه علاش يحشم هذا، راه ولا ها ولا رئيس وزراء في مالي، رقوا على هذه العباره اللي قالها النظام دوله توصيف الحقيقي وحطوه في المكان ديالهم الحقيقي. سياسة الزروطه اللي كتنفع مع نظام دوله العسكر، غير ذلك ما كاينش شي حل اخر، وهذه اللي هاد الزروطه اللي جايه واحد الزروطه كبيره اكبر من زروطه المغرب، واحد الزروطه جايبها معها ترامب وزير الخارجيه ديالو ماركو روبيو، وهذيك من السفيرات الجديده ديال ترامب والولايات المتحده الامريكيه في الامم المتحده ستيناف ستيفانيك، هذيك بدات تعطي التباوط لشنقريها على هذيك اسمها هذيك غرينفيلد، غرينفيلد اللي كاينه دابا هذيك كانت شويه مربيه شويه مربيه مأدبه، خلات عمار بن جامع كيتسنى ساعتين ونص شاد دوش وتكات في دارها وضرباتها من العصا، وخلات وحيد القرن كيتسنى كيتسنى في لي كولوار ديال الامم المتحده. هذه بعدا كتعاملت شويه بهذه الطريقه شويه هادئه دبلوماسيه، ما هذه اللي جايه كاين تباوطه عمار بن جامع، وهذا ما تستحقونه، من ينسى الله ينساه، الله انساكم انفسكم يا نظام دوله العسكر وخلاكم تحولتوا لمسخره عالميه. اسمعوا هذا السيد اللي اكد بان العسكر هو صنع البوليزاريو، كلام قوي وقوي جدا. C'est une longue histoire. Le Maroc, il faut le savoir. C'est le pays le plus ancien dans le monde. Et donc, le Maroc existe. كلمة ديال هذا الرجل صراحة كلمة كان عليها كان وقعها على نظام دولة العسكر وقع الصاعقة التسونامي. ما قاله بوعلم صلصال أنا كنعتبره تسونامي ضرب قصر المرادية، وهذا ما يفسر اعتقال هذا الرجل، وأكيد أنه غادي يحكموه ويوجهوا له شي تهمة ديال التخابر مع الأجنبي، يلبسوا ليه شي تهمة ديال الإرهاب، راه دايرين قانون الإرهاب حاطين فيه الماك وحاطين فيه حركة رشاد ودوك المعارضين الجزائريين، أكيد غيلبسوا ليه شي تهمة من هذه باش يحكموا بها، ولكن هذا على ما يدل بأن هذا النظام العسكري فعلا كينطبق عليه المثل الشهير والذي يقول يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله العدو بعدوه. نظام دولة العسكر كيوجد الشروط الموضوعية والذاتية كي يتعرض لعقوبات دولية. نظام دولة العسكر راه غادي في اتجاه الحيط، نظام دولة العسكر راه فقد القدرة على الفعل، نظام دولة العسكر لم يعد فيه أو بينهم رجل راشد، نظام دولة العسكر راه ذاهب إلى الهوية، قارب نظام دولة العسكر راه بدأ في الغرق، تبون وشقريحة راه حرقوا كل الأوراق ديالهم، واليوم ينتظرون الأسوأ، وهذا ردود الفعل غير محسوبة العواقب، أنك تعتقل واحد الرجل مدني أعزل ما عنده سلاح ما عنده ما هو عضو شي تنظيم
رجل كيكتب الكتب كيتكلم بلسانه، رجل بلغ من العمر عتية. قال ذنبه الوحيد أنه قال الحقيقة المعروفة ولم يأتي بجديد، ولكن وقع هذه الصدمة سببها أنه جزائري. وأكيد فلون نظام دورة العسكر والتبونيين والتبونيات والشقرحيون والشقرحيات وجهالة القوم غادي يخرجوا، غادي أول ما سيلصقون به تهمة التخوين، يسميه خاين. ودوك اللي كاع اللي دوك اللي من الحسن من الدماغ ديالهم، دوك المقرقبين، دوك اللي ما كيسحاوش، غادي يقولوا مخزاني عياشي صهيوني، غادي يتمو بالصهير، وغادي يقلبوا له في السيره ديالو. تلقى فلان مشى فلان قال على الدين الاسلامي، دابا غادي يخرجوا الدين الاسلامي وغيخرجوا اسرائيل ما يلقاو ما يخرجوا، فقط كي يحاولوا نزع المصداقيه على الرجل وقيقوم بإيداع الرجل. ولكن راه الحقيقه بحال الشمس يا نظام دوله العسكريه، فولوا نظام دوله العسكريه، الشمس مكيش تغطيها بالغربال، راه معروفه هذه القضيه. الحقيقه راه لا يمكن تغييرها او تزويرها. وداك 20 مليون وثيقه من الارشيف الفرنسي اللي وعد ماكرون بتقديمها للمغرب راه باقه. المغرب تسلم لحد الان 6 مليون ونصف وثيقه و13 مليون في الطريق، وهذا دليل على ان هناك ذاكرة تتشكل من جديد للمنطقة. تبون شكريها كانوا دائما كيطالبوا بالذاكرة، خصنا نعاودوا نخدموا عليها. كتذكروا داك هذاك صاحب داك نظرية القلق، القلق المجاهد كان مدير الديوان ديال تبون، ولا نسيت السميه ديالو، كان شي واحد ذكروا يذكرني به. هذاك قال لك بغى يجتمع مع بنيامين ستورا ويدير مراجعة للتاريخ. تلميذ وأستاذ، مش تلميذ وأستاذ، على الأقل وحتى تلميذ موصلة جاهل ومتعلم، قال بغاو بجوجو بألفوا كتاب، واحد ما كيعرف لا يكتب لا يقرأ، واحد دير آلاف عشرات الكتب، قال لك راه اتفقوا يوما أنهم يؤلفوا كتابا مشتركا. هي هذه كتابة التاريخ الجزائري الفرنسي المشترك، إعادة كتابته. والفكرة كانت باينة من الأول غير مهزلة ومضحكة ولم تحقق منها شيء إلى يومنا هذا. هذيك الذاكره اللي كانت بوني طالب بها راه اليوم يعاد كتابتها، ولكن مع المملكه المغربيه وبشكل اخر يخالف مطالب وتوقعات وامال نظام دوله العسكر. نقاط توضع الحروف والحقيقه التاريخيه راه ما يمكنش تغييرها. وهذا اللي كيفسر علاش نظام دوله العسكر ما لقاش مؤرخين جزائريين ينخرطون معه في هذه الحرب الاعلاميه الكاذبه وهذه البروباغندا، ما عدا دوك الطبيب الحمير والبغال وذاك الفئران ولا ماعرفش اسمه، هذاك ما عنده حتى شي رصيد ولا شي مكانه علميه يعني ممكن يعرضها للخطر، وهكذا ما عنده ما يخسر. يتوظف وكيتلاح بحال الكلينكس فيما بعد من الناس المحترمين رفضوا الانخراط في اكذوبه نظام دوله العسكر. الناس كيعرفوا الحقيقه، الصحراء الشرقيه مغربيه والصحراء الغربيه ايضا مغربيه، ونظام دولة العسكر لم يكن إلا ناقدا للعهود، كذاب أفاق مخادع، نظام إلحاد ما كنتش توقع منه شي حاجة غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية لهذا الرجل من ناحية الإنسانية، نتضامن معه بوعلم صلصال. ربما هذه القشة التي ستقسم ظهر نظام دولة العسكر، لأنك يصعب له بهذه الطريقة غادي يلوي درع فرنسا أو سوف يبتز فرنسا. أكيد أن فرنسا غادي تضغط على نظام دولة العسكر وغادي توري له وجهه في المرايا، خصوصا أن نظام دولة العسكر سحب السفير من فرنسا وبدا كيضيق على بعض العقود ديال بعض الشركات اللي كتسور الشعير والقمح. شوف نظام دولة العسكر كيحارب فرنسا بالشعير والقمح، بغى قال لك يوقف استيراد الشعير والقمح من فرنسا. نظام دولة العسكر كتعاقب فرنسا وإسبانيا يغيب مصالح الشعب الجزائري المسكين. لاحظوا أيها الجزائريون واحد المفارقه غريبه وعجيبه، يعني نظام دوله العسكر ما كيبغي يعاقب فرنسا واسبانيا، كيعاقبها غير بالمواد الاساسيه اللي ياكلوا الجزائريين. اما داك الويسكي ودوك انواع الخمور الفاخره اللي كيتعطى تبون وشكر، هذيك ما كتمنعش، هذيك خصها تدخل. الخمور الفاخره ودوك الامتيازات ديال الجنرالات والعشاوات والغداوات اللي كيجيو بالطيران ديال الخطوط الجزائريه بشكل يومي من باريس، هذيك ما كتمش المقاطعه ديالها.
الماكلة واللوكس والبطخ ديال جنرالات العسكر هذاك لا يمس، ولكن شنو فيه خصنا نقطعوا بينو حنانا الدولة وعندنا السيادة وننتفضوا هذاك الشيء فيما يخص قوت الجزائري القمح والشعير نوقفوه، باش نزيدوا نجوعوا الجزائريين ونخليهم يوقفوا على الطوابير ورفعوا عليهم الأسعار كما فعلوا مع إسبانيا. المواد الغذائية منيعات البنج باش يحيدوا الجزائريين الدراس ديالهم والسنان ديالهم منع استيراده نظام دولة العسكر من إسبانيا وخلى مساكن الجزائريين كيحيدوا سنانهم بلا بنج، كيحيدوا السنان والدروس بلا بنج. شوف نظام دولة العسكر آخر ما يفكروا فيه هو الجزائري ما كيسواش عنده أي شيء، الإنسان الجزائري ما عندوش قيمة، ما عندوش كرامة، ما عندوش وزن، لا شيء رعاع، كيشوفوهم بحال شي رعاع مخشيين في واحد الإطار جغرافي مسدود عليهم، صافي مسدود عليهم وكيرموا لهم الماكلة من الطيارة من الفوق. هادو هما الجزائريين. وكنشوفوا واش بالله عليكم دولة غازية بيتر ما عندهمش قهوة؟ واش القهوة عباد الله ولات بحال الغبرة كتهرب من ولاية لولاية؟ واللي شدوه كيهربها كيحكموا عليه بالسجن. أيوا ما تعاقب المهربين ووفر هذه المادة الأساسية في أسواق الجزائرية. حرام يا نظام دولة العسكر ما تفعله بالجزائر والجزائريين، والله راه حرام. 25 مليار دولار قيمة الميزانية ديال التسلح السنة القادمة، وبلاد ما فيها لا دقيق لا سميد طوابير لما ما كاينش الغاز الدولة كتصدر الغاز والشعب ديالها باقي كيشري قراعي الغاز كيشد عليهم النوبة، قهوة ما كايناش، وزيد مآسي، مستشفيات مصائب كحلة، طرقات ما كايناش، النقل المدرسي كيديو الأطفال في الكاميوات بحال الحوالة. وهذا الشيء راه متفق في وسائل التواصل الاجتماعي، أنا ما كنجيبش هذا الشيء من عندي. يقدر بعض الناس يقول لي أنتم المروك عندنا، إيه يا خويا عندنا، أنا ما نقولكش راه ما عندناش الفقر في المغرب، وتعنا عندنا الهشاشة، وعندنا مشاكل ديالنا، حنا ما عندناش بيار ديال البترول والغاز نخرجوا نصدروا ندخلوا الدراهم. راه كندابزوا مع الوقت، والمغرب الحمد لله، وهذه من الأشياء اللي قالها صار معلم نظام دولة العسكر كيشوف المغرب بلاد كيتقدم بإمكانيات بسيطة وكيتقدم وكيتطور في كل المجالات، وما باغيش أن الجزائريين يشوفوا أن بلاد جارهم ما عنده لا غاز لا بسترول حسن منهم، لأن هذا غيشكل خطر على نظام دولة العسكر. هذا إعلام نظام دولة العسكر يحرص على أن يظهر أن المغاربة عايشين دغرك في العيش، المغاربة الحياة ما كاين فيها ما يتشاف. وانتم فرحوا على الجزائر، انتم بعدا وقفتوا في الطوابير 5 سوايع باش تاخذ خنشه ديال الطحين ولا شكاره ديال الحليب ولا قرعه الزيت، راك انت بخير الجزائر المغربيين وما لاقياش. هكا كيبين لهم. شوف نظام دولة العسكر يفاضل ما بين الاوضاع السيئه والأسوأ، ولكن ما يمشيش يوري لهم كيفاش عايش الاماراتي، كيفاش عايش السعودي، كيفاش عايش الخليج اللي عندهم بترول غاز، كيفاش عايشين الدول اللي كتصدر الغاز العالم وهو بترول. لا هذا ما يشوفهمش، شوف غير الدول اللي ما عندهاش، كيقارن الجزائر بتونس. شوف نظام دولة العسكر كيقارن الجزائر بتونس، كيقول الجزائر شوفوا التوانسه كيفاش عايشين راه سوا منكم، وتونس ما عندها بترول ما عندها غاز. ولكن نظام دولة العسكر ترى تكشف وكشفهم، هاد كل مره كيطلع واحد كيعريهم لانه فعلا يستحقون ذاك المصطلح اللي يطلقوا عليهم العديد من المعارضين الجزائريين الخارج نظام العراية، لأنه فعلا نظام العراية بامتياز وبوعلام صلصال فضحهم، وبأن قصة بوعلام صلصال غتاخد أبعاد كبيرة، لأننا كنشوفوا حجم التعاطف الدولي مع هذا الرجل في تزايد داخل فرنسا وغيرها. شوف العديد المقالات التي كتبت في الصحافة الدولية، نظام شوه نظام شوه وكيزيد يشوه راسه بغبائه الذي ليس له مثيل على وجه هذه الكرة الأرضية. إخوان والأخوات، ما تنسوش إبداء الإعجاب إذا كنتم تتفقوا مع هذا المحتوى ونوعية المواضيع. نتمنى أن لم أعطي في هذه الدردشة المباشرة، اكتفي بهذا القدر، استودعكم ألا تدعوا ودائعوا إلى موضوع آخر ومباشر قادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.